مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير. عندما يكون المتحدث هو السيد رئيس الجمهورية فلابد أن ننصت، وعندما يكون الحديث عن المؤامرة فلابد أن ننتبه، وعندما يكون الحديث موثقا ويشير فيه رئيس الجمهورية بأسماء المتآمرين إذن علينا أن نتخذ موقف. القصة ان السيد رئيس الجمهورية وهو بيلتقي مع السادة الزملاء رؤساء تحرير الصحف المصرية اعلن وبوضوح ان هناك دولتين سماهم بالاسم قطر وتركيا، ومعهم جماعة الاخوان المسلمين او جماعة الاخوان المحظورة، بيتخذوا سلسلة من القرارات والمواقف هدفها هو ضرب الاستقرار في مصر. الرئيس السيسي ما لمحش او اشار قال كده قطر وتركيا. طب قطر وتركيا بيعملوا ايه؟ حدد الرئيس السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف قنوات ومواقع الكترونية جديدة تنفذ مخططا شيطانيا في اطار زي ما سمى حرب الجيل الرابع للتلاعب بعقول النخب والشباب. وقال موقع ميديا ليميتد، صحيفة العربي الجديد، وقناة مصر الان، وموقع اسمه كالتشر او الثقافة. مؤامرة بيتحدث عنها رئيس الجمهورية في حضور عدد من رؤساء التحرير، بيحدد فيها اسماء الدول التي تتآمر لضرب الاستقرار في مصر، وبيحدد الخطوات اللي هم بياخدوها على ارض الواقع. الحوار ده دار بين رئيس الجمهورية ورؤساء التحرير امس، وكل الجرايد نشرته النهاردة. انا معلقتش عليه امبارح، انتظرت في خلال 24 ساعة يحدث تفاعل ما بين الرأي العام وما بين ما قاله رأس الدولة، أو بين أجهزة معنية في الدولة وما بين المؤامرة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، أو حتى حديث يتم تداوله في وسائل الإعلام بمختلف تنوعها، صحافة وإذاعة تلفزيون. لم أجد كأن الرئيس بيتكلم عن دولة أخرى، أو على أن الموضوع بقى مقرر أو معاد. مثلا هو الرئيس كل ما يقعد معانا هيقول لنا في مؤامرة مثلا؟ الكلام جد خطير، بمعنى ان احنا امام مؤامرة محددة ايه هي تفاصيلها وموجودة فين ومين القائم عليها، ثم ذكر اسم الدولتين. طب لما رأس الدولة رئيس الجمهورية يقول الكلام ده، ثم اجد ان علاقتنا مع قطر لم تقطع، لم يتم سحب سفراء، مفيش اي ردود افعال من الدولة المصرية، افسر ده بايه؟ ثم علاقتنا مع دولة تركيا لا تزال موجودة كما هي، وموقف السفراء مسحوبين وكل مجمد في مكانه، لكن لم اجد موقفا من الدولة المصرية تجاه الكلام الخطير الا اعلنه رئيس الجمهورية. قلت خلاص، سيبك من مؤسسات الدولة، سيبك من وسائل الاعلام، ونحتكم الى الرأي العام اللي حضرتك وانت قاعد بتشوفني دلوقتي. لما حضرتك تعرف ان دولتك بيحدث عليها تآمر يهدف الى ضرب الاستقرار فيها، وهذا الكلام بيقوله رئيس الجمهورية، وهو ايضا كان مدير مخابرات سابق، يعني يزن كل ما يقوله بالحرف، مفروض دورنا يكون ايه؟ انا هفتح التليفونات لحضراتكم، وعاوز حضرتك كمواطن تقولي ايه هو الدور اللي لازم تقوم بيه اجهزة الدولة او الدولة المصرية تجاه قطر وتركيا. هل تقترح مثلا قطع علاقات؟ السفرة تقريبا مسحوبين، ايه هي المواقف التانية؟ هل رئيس الجمهورية بيقعد يدردش كده مع رؤساء التحرير عنده وقت فراغ وسط المشاغل الكبيرة دي فبيسلي السادة رؤساء التحرير؟ الاجابة لا طبعا. طيب الكلام اللي بيقوله رئيس الجمهورية هل هو كلام قاله قبل كده 100 مرة فاحنا زهقنا وملينا؟ لا، ده كلام جديد لانه مذكور فيه اسماء ومواقف. عاوز حضرتك تتواصل معايا وتقول لي ايه المطلوب من مصر، الحكومة مصر بكل مؤسساتها ووزرائها واعلامها، تجاه
قطر وتركيا، هل توافق على اتخاذ اجراءات قاسية زي قطع العلاقات بين مصر وقطر او مصر وتركيا، ولا انت تميل لا دي موجة وهتعدي بلاش نتشدد في يوم من الايام احنا محتاجين قطر، تركيا قوة اقليمية مهمة ما ينفعش اقطع علاقتي بيها؟ انا سايب التليفون لحضراتكم، كلموني من اي تليفون محمول على 137، كلموني من اي تليفون ارضي على 0900 9900، وابعتوا رسائلكم على 9 11 70. ايه هو الموقف اللي مفروض الدولة المصرية او الحكومة تاخده على طول بعد ما السيسي اعلن ان قطر وتركيا تتآمر لضرب الاستقرار في مصر؟ ما هو يا اما الكلام ده كلام حقيقي او مش حقيقي. ما هو كلام حقيقي ومفروض طالع من رئيس الجمهورية، يبقى في اجهزة الدولة بتشتغل عليه. خليني اخد عماد من اليوب، اتفضل يا استاذ عماد. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور حبيبي. اولا انا بحييك على ان انت طرحت الموضوع دوت، وانا ليا انا رايي ان لازم يكون في شفافيه من قبل الدوله. الشفافيه هنا بتتمثل في ان اذا كان في مؤامرات فعلا زي ما بيتحكي لنا الكلام ده، نطلع نشوفه عمليا، يطلع مسؤول في الدوله، المسؤول في وزاره الخارجيه او وزير الخارجيه يطلع يقول ان احنا رصدنا ان في مخططات او في مؤامرات بتحاك ضد الدوله وتشويه سمعه مصر في الخارج، ويتم اتخاذ اجراءات. عندنا سفراء المفروض ان احنا في علاقات دبلوماسيه، نقدر نقلل العلاقات الدبلوماسيه ما بيننا وبين الدول دي طالما هي بتتعامل معانا او بتتامر علينا ليل ونهار بالشكل ده. اذا ما تمش دوت فانا بالنسبه لي الكلام ده مش صحيح، وانا مش شايف ان في حاجه بتحصل يعني. اذا عدم تعامل الحكومه بجديه مع التصريحات اللي قالها رئيس الجمهوريه امس في لقاء برؤساء التحرير، ده بيطعم في هذه التصريحات مباشره. رئيس التحرير رئيس الجمهورية بيقول لك ان هناك مؤامرة فعلا بتقوم بيها قطر وتركيا، وان احنا علينا فعلا ان ننتبه. رئيس الجمهورية يا اخوانا محدد بالاسماء، بيقول لك في صحيفة طالعة جديدة هدفها ضرب الاستقرار في مصر، قناة مصر الان، موقع كالتشر. طب فين رد فعل الحكومة؟ اخد حسام مصر الجديدة، اتفضل يا استاذ حسام. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. سعادة الباشا، احنا يعني احنا لا دولة صغيرة ولا احنا قليلين، واحنا يعني تركيا لا تهمنا ولا قطر يهمنا، واللي بيعملوه فينا ما هوش قليل، واحنا لازم نقطع علاقاتنا بيهم لا مصالح قومية ولا ده بس. احنا مصر عندنا اهم من اي حاجة، ولازم نوريهم العين الحمراء. لا مصر احنا مش قليلين، احنا لازم نقطع علاقاتنا بهذه الدول ولازم نوريهم العين الحمراء. طيب انت شايف هو العين الحمراء من خلال كلام حضرتك هو قطع العلاقات، بس انت شايف رد فعل الحكومه ليه ما كانش قوي او مش معلش يفوق شويه يفوق شويه، لان احنا لسه عندنا برضه في لسه عندنا رخرخه ومش عايزين رخرخه. احنا مش عايزين نرخرخ في اي حاجه، زي النهارده ما نقلوا في الترجمان والعيال اللي كانوا بيفتحوا بقهم نسد بقهم. البلد لازم تبين لي انيابها وضوافرها طالما احنا على حق. انا معاك. اخد محسن من المقطم. استاذ محسن، سلام ورحمه الله. تحياتي لحضرتك. اهلا بيك استاذ محمد. استاذنك كان ليا تعليق بسيط على تعليق السيد الرئيس على المؤامره اللي تم اكتشافها من قبل قطر وتركيا تجاه الشعب المصري بالكامل. نعم. التعليق يتمثل في الاتي: اول حاجه التوقيت اللي اعلن بيه السيد الرئيس عن تلك المؤامره ولمن اعلن. فدي رساله موجهه للساده الاعلاميين بالكامل، ان هناك دور يجب ان يكون متمثل للساده الاعلاميين في توعيه الشعب المصري بهذه المؤامره، لان المواقع والصحف التي تم اكتشافها طبيعي ان القارئ العادي لن يطلع بشكل تام على ما يكتب فيها كقارئ بسيط، ولكن يجب ان يكون الاعلام المصري له دور في ابراز هذا. دي نمره واحده. نمره اثنين: العلاقات بين الدول لا تدار بالقطع المباشر لمجرد الكيد من احد الاطراف للطرف الاخر. في مصالح متعلقه بالدين ومتعلقه بالعروبه يجب ان تكون نبراس للساده القائمين على اداره البلاد قبل اتخاذ قرار متمثل في قطع علاقة. نعم. هناك علاقة دين وعلاقة لغة وهناك علاقات تاريخية بين الدول. يعني أستاذ محسن أنت لا تميل إلى فكرة اتخاذ إجراءات متشددة.
لا، التشدد مطلوب، ولكن من ياخذ هذا القرار؟ بمعنى القائمين على الامر بيدهم السلطه في اتخاذ القرارات المتشدده، ويجب ان يعلن او يتم التنويع عن بعض عنها، ولكن الامور متعلقه بالامن القومي، متعلقه بامور السريه التامه في امور البلاد، هناك امور بالطبيعه لا يجب ان تعلن للشعب المصري بالكامل. يعني انا مش قاعد عارف امور الامن القومي بتدار ازاي. الدليل ان الاحداث اللي السيد الرئيس اعلن عنها احنا كمصريين لم نطلع عليها لمجرد اطلاع من نفسينا، تم اعلانها من قبل الرئاسه. اذا الرئاسه تعمل والامن الوطني يعمل والمخابرات العامه تعمل في صمت، ويتم ابراز هذا في الوقت المناسب. معك اخذ محمد من بنها. اشكرك استاذ محسن. استاذ محمد. الشيخ محمد بيه، اهلا بحضرتك. احنا عايزين قرار حازم مره واحده بس من الحكومه قضيه امن قومي. بين بيحلم يعني لازم ياخد قرار حازم، اغلاق الجريده، اغلاق القناه. موضوع قطع العلاقات كده علاقات مقطوعه، ولكن في برضه شبه مقطوعه. العمال القطري محمد هلال واستاذ ابو هشيمه، الناس دي لازم تاخد تصرف من الحكومه القطريه ومن البزنس اللي معمول. لكن ما يبقاش الموضوع مجرد قضيه تطرح ان في مؤامره على مصر، مؤامره على مصر لازم تتقطع الايد على طول. انا معك، بس بعيدا عن ذكر اسماء رجال اعمال المصريين، ده مفروض لو في اي بيرتكبوا اي اعمال مخالفه للقوانين المصريه اكيد سيتم ايقافهم. خليني اخذ زينب من اسكندريه. الراي العام بيناشد الحكومه انها تكشف التفاصيل وانها تاخذ موقفا حازما. بمعنى ما هو ما ينفعش يا اخوانا من الاخر كده رئيس الجمهوريه يعلن عن وجود مؤامره ثم نقرا الكلام ده في الجرايد ونروح بيوتنا. يعني هو الاعلان علشان ايه؟ مثلا ان انا اعرف واحط ايدي على خدي؟ طب فين موقف الدولة المصرية الحكومة؟ زينب باسكندرية، اتفضلي استاذة زينب. ايوه مساء الخير يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك. انا رأيي بالنسبة لموضوع تركيا، وبما انها يعني ثابت ان هي متآمرة، فانا رأيي في حاجات توجع اكتر من ان احنا نقطع العلاقة. زي مثلا سحبنا السفرة وبرضه ما ارتدعوش، يبقى انا عندي سكة ان انا امنع السياحة لتركيا وامنع البضائع التركية اللي مالية المحلات ومعظمهم كانوا اخوان. نعم، دي حاجة. ثانيا زي ما الاخوان بيعملوا وعندهم كتائب يعني مسلطينهم علينا على الفيسبوك وعلى كل المواقع دي، طب هل احنا مثلا ما عندناش شباب متعلم يقعد بالمرصاد لهذه المواقع؟ نعم، ما احنا بقينا في حرب دلوقتي اعلاميه اهي. سماها رئيس الجمهوريه بانها الجيل الرابع من الحروب اللي هي التلاعب بعقول الشعوب. اخد سامي من حلوان، اتفضل يا استاذ سامي. السلام عليكم يا استاذ محمد. السلام ورحمه الله. دلوقتي احنا بيع، احنا عندنا هنا كده دلوقتي كده كل الملابس، عليات الملابس اللي في مصر بتيجي من تركيا. واحنا تركيا دي بتستفاد مننا؟ احنا ما بنستفادش منها بحاجه، هي اللي بتستفاد مننا. يعني هي اللي بتستفاد مننا. في منطقه في 6 اكتوبر كلها مصانع تركيه، وهي تركيا بتستفاد من مصر، احنا ما بنستفادش حاجه من تركيا دي خالص. ما بنقص ام تركيا دي خالص، ريحنا منها خالص، وقطر دي. ولسه الرئيس يعني يشد حيله كده شويه. احنا والله العظيم احنا نقدر على اي حاجه، نقدر نعمل اي حاجه. انا بشكر حضرتك. هي الفكره باختصار، طالما رئيس الجمهوريه بنفسه اعلن عن وجود مؤامره تهدف الى ضرب الاستقرار في مصر، ذكر الاسماء وذكر نوع المؤامره، فهذا الحديث ليس للتسليه. يعني المفروض ان يكون للحكومه المصريه دور والاعلام دور. انا حبيت استوضح جزء من اراء الساده المشاهدين. النهارده او امبارح تم نقل البعه الجائلين او عدد منهم الى منطقه ارض الترجمان. احنا الاسبوع اللي فات نزلت وصورت معهم ونقلت مشكلتهم، وعلى اساس جرى الاتفاق مع السيد محافظ القاهره ان هو شرفنا النهارده الاثنين، ولكن حالت ظروفه وسيكتفي بمداخله على وعد ان نلتقي باذن الله في الايام القليله القادمه. النهارده عدد ايضا من الباعة الجائلين تظاهر، او عشرات من الباعة الجائلين تظاهروا امام مكتب النائب العام وراوا ان القرار خاطئ. معايا على التليفون دكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهره. اهلا بك دكتور جلال. اهلا يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. كان بودينا ان حضرتك تكون معانا النهارده زي ما اتفقت معانا وقلت لنا. والله انا كان يشرفني يا استاذ محمد، بس انا عندي دور برد وصوتي متغير شويه،
وانا طبعا كان نفسي ابقى موجود مع سيادتك ومع الساده المشاهدين جميعا يعني. كتب الله لك الشفاء، ونتمنى ان نلتقي ان شاء الله في الايام القليله القادمه. بس النهارده هاخد تعليق من حضرتك على موضوع نقل الباعه الجائلين الى ارض الترجمان. العشرات النهارده تظاهروا امام مكتب النائب العام ويروا ان قرار النقل كان خاطئا، وان انت كده كده هتنقلهم بعد 6 أشهر الى وابور التلج. ما كنت تخليهم قاعدين ال6 شهور دول يعني. خليني اسال سيادتك سؤال يا استاذ محمد، هل سيادتك كنت سعيد بمظهر وسط مدينه القاهره؟ هل اهل القاهره ومواطني مصر كانوا سعداء بالشكل اللي وصل به وسط مدينه القاهره عاصمه جمهوريه مصر العربيه في ال4 سنوات الماضيه؟ جاوبت على الاجابه دي. لا الاجابه لا، اي مواطن هيرفض العشوائيه يعني. انا اقدر بقى اكمل الاجابه مع سيادتك. اتفضل اتفضل. لا يعني اقدر انا عاوز افهم، عاوز اسمع اجابه سيادتك. سيادتك كنت سعيد بشكل وسط القاهره؟ نعم. انا سامع حضرتك سياده المحافظ. لا انا بقول سيادتك كنت سعيد. لا انا ما كنتش سعيد، بس انا نزلت مثلا للباعه الجائلين اللي موجودين في رمسيس وشفت ليهم ورق قانوني خدوه بمصرح ليهم بانهم موجودين في تلك الاماكن. نزلت للباعه الجائلين وجدت ان المحافظه ادتهم اكشاك اللي هو ب 2850 جنيه الكشك، ثم اتقال لهم لا اقفلوا على السكه دي. رحت ارض الترجمان شفت عباره عن حدود على الارض ما تعملش نص متر. يعني انا عينت الموقف على الطبيعه، لا خلاف على النقل، لكن المشكله في اين يتم النقل؟ وهل ستتوفر لهم ظروف لاكل عيشهم، ولا احنا بنعمل ترحيل للمشكله؟ طيب انا ممكن اجاوب بقى يا استاذ محمد. اتفضل. احنا امامنا اعتبارين مهمين. الاعتبار الاول هو شكل البلد ومظهرها امام مواطنيها وامام العالم الخارجي. ده اعتبار، واعتبار مهم. امامنا ايضا اعتبار اخر وهو الباعه الجائلين، و يعني اهتمامنا بامورهم الحياتيه، وده اعتبار اخر مهم. لكن في العاده لما يكون في اعتبارين واحد فيهم يهم المجتمع ككل، ده بيجب الاعتبارات الفرديه. هذه القضيه احنا بنتجاوز فيها بقالنا اكثر من سنه الان، وتجاوزت فيها كل المسؤولين عن محافظه القاهره والحكومه في ال4 سنوات الماضيه. ما تم اقراره بالاتفاق مع نقابه الباعه الجائلين هو ان هناك حل مؤقت ثم هناك حل دائم، وكلا الحلين الحل المؤقت والحل الدائم يكلف في الدوله ملايين الجنيهات. واقدر اقول لسيادتك كمان انه ما يطلق عليه مصنع الثلج اللي بيبنى فيه مكان دائم ان شاء الله قيمة الأرض نفسها تفوق 400 مليون جنيه، ده يوري قد إيه هناك اهتمام بهذه القضية، وهناك إن في يعني 4000 أو 3000 دائرة الدولة لم تستخسر أن يعني تستخدم مكان ثمنه يفوق 400 مليون جنيه عشان تحل المشكلة. ده اللي هو بور التلج سيادة المحافظ مش كده؟ بالظبط كده، وهذا المكان تم تصميم أولاً تم كل الاجراءات الخاصه به لانه يتبع احد الوزارات الاخرى، وكانت هناك نقاشات طويله مع الوزير في شأنه، والان مع وزير الاستثمار الحالي، وتم الاتفاق على سيستم الارض، تم التصميم، تم عمل ابحاث التربه، تم اجراء تجارب بتحويل شركه المقاولات موجوده في الموقع، الان. لكن هو السؤال، هل تتحمل الدولة الوضع العجيب الكئيب الذي كان موجود في وسط المدينة طوال فترة 5 شهور قادمة؟ أنا أعتقد إنه برد الفعل اللي أنا شفته النهاردة، معظم النهار موجود في وسط المدينة، الناس كلها بتقول كتر خير الحكومة، أنتوا رجعتونا وسط البلد تاني، ارحمونا من الوضع اللي كان موجود فيه. إحنا حالياً بنبدا في وسط المدينه. طب بالنسبه للباعه الموجودين في منطقه رمسيس؟ بنبدافها وعلى ايد وصف الشارع. طب منطقه رمسيس سياده المحافظ؟ وعلى ايد تخطيطها عشان تليق بعاصمه مصر العربيه. منطقه رمسيس سياده المحافظ
الباعة اللي هناك اللي موثقة رمسيس دي المؤجلة لان طبعا الاعداد اللي فيها اعداد المساحات اللي موجودة عندنا، ولكن فتحتين لها حل قريب ايضا ان شاء الله. احنا حلينا صعب منطقة موجودة في جمهورية مصر العربية اللي هي وسط البلد. انا اعتقد اذا حلينا هذه المشكلة فسنستطيع ان نحل اي مكان اي مكان اخر. اللي انا عايز اقول كمان انه يعني النقطة اللي انا قلتها مرة مش مع سيادتك، عايزين نفرق بين البائع الجائل الغلباني اللي احنا كلنا حريصين عليه وبين فئات اخرى تقترض على حساب هذا البائع، وهي التي كانت تحتل الشرارة، وهي التي كانت تؤدي له الشرارة وكان لها دخل من هذا الموضوع، وهم الأقرب بيحركوا الناس لأن هم فقدوا الناس بالدخل من البلكجة ومن فرض السطوة على الشارع. سيادة المحافظ أنا بشكرك ومراعي ظروف دور البرد، وإن شاء الله خلال أيام يخف، وأرجو إن حضرتك يعني تشرفنا الأسبوع القادم. أنا بشرفني إن شاء الله بإذن الله. أشكر حضرتك. معايا على التليفون الأستاذ محمد عبد الله نقيب الباعة الجائلين. إزيك يا أستاذ محمد؟ أستاذ محمد يا شباب، محمد عبد الله معايا؟ طيب ارجعوا يا شباب كلموه تاني. يبقى سيد محافظ القاهرة اعلن انه ما كان ينبغي ان يستمر الحال لوجود عمليات بيع عشوائية في منطقة وسط البلد، وانه كان ينبغي ان يتم نقلهم فورا. النقل ده بيتم على مرحلتين، المرحلة الاولى هم موجودين في منطقة ارض الترجمان لمدة 6 اشهر، وبعد كده بينتقلوا نقل نهائي الى منطقه ارض او ارض وبور التلج، وده مكان مفروض ان هو كويس. ولما سالت الباعه الجائلين او الباعه اللي بيبيعوا بضاعه على الارصفه قالوا لي احنا موافقين عليه ويا ريت ننقل بكره. خليني اخد محمد عبد الله نقيب الباعه الجائلين. مساء الخير استاذ محمد. يا فندم اخبارك ايه؟ الحمد لله، ربنا يعزك يا استاذ محمد. كنت النهارده كنت في المظاهرات امام مكتب النائب العام. والله حضرتك احنا لا بتوع مظاهرات ولا. طب انتوا رحتوا، طب اصدقائك يا سيد البياعين راحوا ليه امام مكتب النائب العام؟ حضرتك احنا المكتب النائب العام ده كان قضيه قديمه، احنا انا اللي رافعها ضد محافظ القاهره والسيد النائب المحافظ القاهره بصفته. ليه؟ لان الاستاذ المحافظ ونائب المحافظ بيطلعوا في الاعلام بيقول لك قعدنا مع البياعين، انت مع ما يمثل البياعين، واحنا لغايه الان حضرتك ما حدش قاعد معانا خالص غير السيد رئيس البلديه، السيد رئيس باحث البلديه، ودول جهه تنفيذيه ومش عارفين. طيب احنا ايه؟ طب حضرتك بتكلمني كده على البائعين الموجودين في منطقه وسط البلد ولا في منطقه رمسيس؟ لا حضرتك احنا وسط البلد ورمسيس دي المنطقه الغربيه. منطقة رمسيس الباعة اللي فيها زي ما قابلتكم من 10 ايام وعرضنا هذا التحقيق، انتم موجودين كما انتم، مفيش اي تعديل. طيب حضرتك ما احنا موجودين، ايه المشكلة ان احنا موجودين؟ المشكلة حضرتك انا وديت حضرتك ورق قبل كده، احنا عندنا موافقات بست اماكن، والست اماكن لو فيهم يعني فيهم للشارع دول في اماكن متطرفة من ناحية رمسيس. طب محمد خلينا اسألك السؤال اللي سيادة المحافظ سألوني، هل انت راضي عن شكل شوارع وسط البلد اللي انتوا كنتوا واقفين بتبيعوا فيها؟ لا عندنا تجاوزات، بس التجاوزات ما تديش برضو ان احنا نقفل. بس حضرتك بص انت دلوقتي شوف منظر الناس، شوف منظر البياعين، في اللي معاه في جامعات منين؟ هقتلهم منين؟ طيب لماذا يعترض؟ عايز افرق بين حاجتين، انتوا موافقين على النقل ولا ضد النقل؟ يا حضرتك احنا مش المشكله في النقل، المشكله في المكان اللي هناكل فيه. ايوه المكان، يعني انتوا يعني انتوا مفيش مشكله. لحظه بس يا محمد عشان نقول للساده المشاهدين، انتوا ما عندكوش مشكله في ان تنتقلوا من منطقه وسط البلد لاي منطقه، بس انتوا شايفين منطقه ارض الترجمان انتوا رافضينها ليه؟ المعارضه احنا حضرتك احنا مش معارضين للمعارضه. طيب انتوا رافضين منطقه ارض الترجمان ليه؟ حضرتك هم ما قعدوش معانا، وحضرتك انت نفسك رحت معانا وشفتها، هل حد منهم يصلح؟ يعني مش عارف انا اقول لك ايه، هتصلح لبيع ولا لشراء؟ نعم. هو المتر ده حضرتك ان انا افرش في الارض وتحت الستاند ب 15 جنيه وفي الظل ب 10 جنيه. طب ايه القصه؟ واحنا هو في زبون اصلا هيخش لي؟ طيب. حضرتك دي تصلح للباله او تصلح لبتوع الحديد الخرده؟
طيب تم الرد عليكم ازاي وانتم موجودين امام مكتب النائب العام النهارده؟ حضرتك احنا النهارده احنا المشكله الوحيده اللي هي مش واضحه للناس ان احنا بجد والله 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 يمين ربنا حاسبنا عليه ان الائتام والداخليه واقفه معانا، واقفه زي ما بيقولوا بلغتنا احنا الباقيين واقفه رجاله. احنا احترمنا الائتام لما قعدت معانا، ولذلك بص حضرتك يوم الحمله ما كانش فيه بياع في وسط البلد نهائي. الصوره اللي هم بيوصلوها للناس ان هم المحليات دي مش عارف سعادتك هم يعني مش عارفين احنا نحدد بس واحد، انتوا مش معترضين على النقل، الاعتراض على المكان يا محمد بس عشان نحدد. ما انا بقول بوصل لحضرتك اللي حصل بالتفصيل. يوم الحمله راحوا جابوا عربيات اللي هي بتاعت الزباله مالوها من المخازن، وقالوا دي لك البياعين. واحنا احترمنا القعده مع الداخليه ومن 5 صباحا مفيش بياع اصلا في وسط البلد، مفيش بياع في وسط البلد اصلا. نعم. طيب انا بشكرك استاذ محمد، بس انا بتكلم على ان انت ابديت وجهه نظرك زي ما بيقولها محمد عبد الله نقيب الباعة الجائلين، بيقول احنا ما عندناش اعتراض ان ننتقل، وبيرى ان حتى وجودهم بهذا الشكل في وسط البلد مش كويس، شكله حتى مش حلو، لكن التحفظ بس هي حاجه واحده على المكان اللي هو ارض الترجمان، على اساس ما فيش بياعين مشترين وما فيش مواطنين بترددوا عليه والكلام ده. محافظ القاهره بيقول لك كان لازم ينتقلوا لان منطقه وسط البلد وصلت الى حاله يرسله، وانهم بيعدوا ليهم مكان كويس جدا هينتقلوا ليه وبور التلج. وانا لما سالت عدد من الباعه الارصفه قالوا لي مكان زي الفل. الخلاف بس على الستة اشهر دول، كل بياع رايح ارض الترجمان خاف على اكل عيشه انه ما يجوليش حد يشتري، هو ده جوهر المشكله. بعد الفاصل هنفتح التليفونات مع حضراتكم زي ما قلت لكم، كل يوم اتنين وتلاته، كل يوم حد واتنين، اللي هي فقره مشكلتك ليها حل. فقط حضرتك هتكلمني وتتصل بالتليفون من اي تليفون محمول على 137، من اي تليفون ارضي على 0900 9900، ابعت رسالتك على 9 11 72 وقول لي ايه شكوتك او مشكلتك، واحنا هنجتهد نتواصل مع المسؤولين خلال الايام القادمه، ويوم السبت هقول لكم ردود الساده المسؤولين فيها ايه. نطلع فاصل. في الفقرة دي اللي هي فقرة بعنوان مشكلتك ليها حل، احنا بنفتح تليفونات مع حضراتكم وتبعتوا رسائل لو عندك اي مشكلة معقولة طبعا، يعني احنا بنتواصل مع المسؤولين ونحاول نوجد ليها حل. بتلقى مع حضراتكم التليفونات من اي تليفون محمول على 137، بعتوا رسائلكم اللي فيها مشاكلكم على 9 11 72، وكلموني من اي تليفون ارضي على 0900 9900. احنا بنجمع هذه الشكاوى وانا وفريق الاعداد بنتواصل مع السادة المسؤولين، ويوم السبت هقول لحضراتكم الشكاوى دي قدرنا نوصل فيها لحلول ايه. هقبل كل الشكاوى الا الشكاوى العاطفية مليش فيها. طيب اخد استاذ صالح من القاهرة. استاذ صالح. السلام ورحمة الله. والله انا كنت بتكلم عن الايجار القديم، حضرتك فتحته قبل كده في الراديو، وكنت متابع حضرتك وحضرتك بتتكلم في الموضوع ده كتير. بس حضرتك بتفتح الموضوع ما بتتكلمش مع مسؤول، ما بتتكلمش مع واحد يحل الموضوع ده. ده هيحله برلمان قادم، مجلس نواب قادم، لان ده محتاج سلطه تشريعيه، واحنا ما عندناش برلمان بقالنا سنتين. مجلس شعب دلوقتي. ما انا قصدي مجلس الشعب، ماشي، هو بقى اسمه مجلس النواب، مش موجود، هو ده اللي بايده الحل، يعني قول لي افتح اجيب مين النهارده اكلمه؟ عارف لو كان في برلمان كنت جبت رئيس اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب واقول له حل لنا المشكله، بس اوعدك ان انا افتح هذا الموضوع بس تيجي انتخابات، اصل ما فيش حد هيقدر يعدل هذا التشريع. محمود من 6 اكتوبر. السلام عليكم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. أنا بس بتكلم بخصوص إن إحنا كنا حاجزين في مشروع هنا في 6 أكتوبر اسمه الربوة الهادية في التوسعات الشمالية. والمفروض إن إحنا كان استلمنا 6/2011 ولحد دلوقتي لسه ما استلمناش الشقق بتاعتنا، نتيجة لإن مفيش مرافق وصلت لحد دلوقتي للتوسعات الشمالية كلها.
واحنا كلنا مأجرين بره ومتنين ان احنا نستلم الشقق بتاعتنا، بس ما نعرفش لحد دلوقتي امتى المرافق هتدخل للتوسعات الشماليه وامتى هنبدا نسكن في الشقق بتاعتنا. الربع الهدف بمنطقه 6 اكتوبر مش كده؟ التوسعات الشماليه في 6 اكتوبر. انت بتتكلم على المرافق، والمرافق تبع وزاره الاسكان صح؟ بالظبط. احنا 2700 عميل وحده، 2700 شقه يعني اسره. حاضر، نتواصل مع وزاره الاسكان ونجيب لك رد. رحاب من المنصوره، اتفضلي رحاب. ايوه يا فندم، مع حضرتك يا رحاب. ايه من فضلك، انا كنت بسمع دلوقتي تعليق حضرتك بالنسبه لقانون الايجار القديم. نعم. ايه دلوقتي الحكومه بتاخد الدعم، شايله الدعم من على البنزين وزودت الكهرباء وكل يعني الدوله بتاخد حقها. احنا كملاك عقارات قديمه متهيألي ان حقنا ان احنا يعني ما ندعمش مستاجر غني. نعم. إيه الموضوع نظر. مش محتاج ان وجهه نظر ادعم ليه بس في المقابل في برضه مستاجر فقير، بس يعني علشان ارد عليك بس. انا عندي اقتراح. هو كلمه من السيد الرئيس يوعدنا بالغاء القانون، وعندنا كلنا كملاك عقارات قديمه ان احنا نتنازل عن ايجار سنه كامله لصندوق تحيا مصر. الله عليكم. يعني في الوضع ده احنا هنوفر للدولة من حوالي 50 مليار. ده احنا بنظبط الحكومة كده عشان تبعد عننا. طيب خلينا اقول لك بشكل عملي، هذه القضية ساعرضها في هذا البرنامج فور وجود مجلس تشريعي، اي مجلس النواب، ده اسمه الجديد اللي هو مجلس الشعب، ولا مش عارف ايه سبب التغيير، ما مجلس الشعب وخلصنا يعني. بس هنجيب السيد رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان القادم ويشرفنا هنا، معرفش هو مين لان البرلمان لسه ما تمش الانتخابات فيه، واقول له ماذا ستفعل في قانون الايجار القديم. ده وعد مني. اخد فوزية من اسكندرية، اتفضلي. السلام عليكم استاذ محمد. سلام ورحمة الله. دلوقتي انا عندي مشكلة جوزي وانا مش عارفة احلها دلوقتي، عايز اي مسؤول يعني للسيدة والوزيرة غدا والي تسمعني. نعم. دلوقتي جوزي طالع بقاله 8 شهور على المعاش مبكر. ودلوقتي الطلب بتاعه في سيوف اللي هو في اسكندريه اتصلوا بامبابه اللي هي في تامينات امبابه عشان يبعتوا لهم الطلب من امبابه. فدلوقتي هم عم كل شويه مش عايزين يبعتوا لنا الطلب، وبقالنا 8 شهور دلوقتي ما صرفناش المعاش. اسم جوز حضرتك؟ علي السيد محمود. ودلوقتي ده عنده السكر وتعبان وزعلان سكره. لا احنا ما بنتكلمش على السكر، احنا بنتكلم على ان ده حقه. حضرتك هو طالع معاش مبكر. حاضر. هو طالع معاش مبكر من 8 شهور، ومنطقه السيوف في اسكندريه اللي انتم مقومين فيها بتتواصلوا مع اداره المعاشات فين في القاهره؟ اسمها ايه؟ تامينات امبابه. تامينات امبابه. ولحد دلوقتي ما صرفش معاش الشهر. دلوقتي ما صرفش يا استاذ محمد، وكل شويه وسافر ويقولوا له انا بعت لك الطلب بعد 10 ايام ومحدش لغايه دلوقتي 8 شهور ومحدش يصرف. حاضر حاضر مدام فوزيه. شباب مين؟ نادية من حدائق القبة، اتفضلي استاذة نادية. ازيك يا استاذ محمد؟ مساء الخير. اهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة. يا حبيبي انا ما عندي اعمل بتاع التأمين لابني. ابني شغال في عمالة يعني يعني ابني الوحيد وانا والدته. فهو بياخد 1800 جنيه، فجبت له مرة بالاساسي 1500. وهو متجوز وبيعني وانا مريض اورام وبيصرف عليا يا حبيبي. فنفسي اعمل انتطاق، مش عارفه اعمل. حاضر، نتواصل مع السيد وزير التموين، واحنا خدنا تليفونات حضراتكم. هرى بس عدد من الرسائل. ابن ظلم من ضباط اسم العمريه، تاريخ 1/5 اسكندريه. نتابع ده. شاطئ النخيل في شكاوى كتير عنه في اسكندريه، عن الذباب وطفح المجاري والكلام ده. كمان في هلا حسين من الشرقية، حاضر هتواصل مع حضرتك. والمشاهد الكريم رجل محترم يبلغ من العمر 62 سنة وبعت لي رسالة امبارح وبيكررها النهاردة، أرجوك مسألة حياة أو موت، أنا عايز أتواصل مع الدكتور عمرو خالد. خدت الرقم وأحاول أتواصل مع الدكتور عمرو خالد. في كمان تعقيبا بس على المقدمة، لان جات لي رسائل كتيرة جدا، عدد من السادة المشاهدين بعتوا لي رسالة، الكل بيطالب بقطع العلاقات مع مصر مع قطر وتركيا. اكيد قطع لو اتخذ هذا القرار وهو قرار يعني
بيبقى محل دراسة مش بالسهولة دي. بس احنا حبينا نوضح للسادة المسؤولين ان ما ينفعش رئيس جمهورية يقول حاجة كده واحنا نعدي عليها ونروح ننام يعني. يا اما اللي بيقولوا كلام جد وحقيقي فيجب ان نتعامل معه بهذا الشكل وهو مفترض ان هو كلام جد وحقيقي، او يبقى احنا كنا بنتسلى وده لا ينبغي ان يكون. خليني اطلع فاصل او مش اطلع فاصل، اخدكم دلوقتي على سطوح مبنى محافظة الجيزة. تخيلوا واحد بادل قوي والله في البرنامج ده، كل هنا عشان مصر. فوق سطح مبنى محافظة الجيزة درجة حرارة بتتكلم في 45-50 الساعة 2 الظهر في شهر أغسطس، رحنا عملنا هذا التحقيق القصير. شباب بتحب مصر بجد عملت في صمت وحدات طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء لمبنى محافظة الجيزة. تعالوا نشوفوا هذا المشروع الجميل اللي أتمنى أن يعمم في مختلف المباني الحكومية. وعايز أقول لحضراتكم لسه في خير في البلد دي، ولسه في ناس بجد بتحب مصر وتعمل في صمت. اي اتنين النهاردة مصريين قاعدين مع بعض يبقى الحديث اللي بينهم عن الكهرباء وسنينها لكل دقيقة عمالة تقطع، لابد من حل. دوري كإعلام ان انا بقعد اناشد المسؤولين، بس النهاردة شلنا كاميراتنا وقلنا لابد من بحث عن حل واقعي. عمالين نقرأ كتير ونسمع عن حاجة اسمها الطاقة الشمسية، وان الطاقة الشمسية احد البدائل المتاحة لتوفير الكهرباء لينا في مصر، خاصة ان احنا عندنا شمس طول السنة. النهاردة انا قدام نموذج حقيقي وواقعي لتوظيف الطاقة الشمسية في احد المباني الحكومية. فين؟ انا بصور لحضراتكم وامامي هنا استخدام الطاقة الشمسية فوق سطح محافظة الجيزة. عايز اقول لكم الشمس فوق دماغي، هروح البيت النهاردة هشع طاقة شمسية. المهم كل يقول على شام مصر. المهم يا شباب، الهدف من كل هذا التقرير ان احنا ما بنتكلمش كلام نظري، احنا بنتكلم بشكل واقع عن وجود مشروع حقيقي عمله شباب بقيادة مهندس وتبرع بكل ده لمحافظة الجيزة كنموذج. اتمنى ان كل المسؤولين في مصر يعمموه، كل المباني الحكومية تقوم على طول بتعميم هذا النموذج عندها. يلا نبدأ ونشوف هذا المشروع اتعمل ازاي، تكلفته قد ايه، يقدر يوفر لنا طاقة قد ايه، ويقلل الحمل على الشبكة القومية للكهرباء. بنقدم نموذج حقيقي وواقعي. احد البدائل المتاحة قدامنا علشان نحل ازمة الكهرباء في مصر هو توظيف الشمس الساطعة في مصر على مدار العام. صحيح. حضرتك قدمت نموذج زي ده واحنا قدامه فوق مبنى محافظة الجيزة. احكي لي ايه هي الفكرة، اتنفذت ازاي، قابلت محافظة الجيزة مثلا، هل ليه اختيارك وقع على المحافظة الجيزة تحديدا، احكي لي التفاصيل. احنا اخترنا محافظة الجيزة لان الحقيقة يعني على راسها رجل علم اصلا، فاحنا دكتور علي عبد الرحمن واستاذ دكتور علي عبد الرحمن واستاذ جامعه. فالحقيقه احنا كده عرضنا عليه الفكره، هو تحمس. الحقيقه ايه الفكره يعني، انت رحت قابلته المحافظ قلت له ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ انه عرضنا عليه فكره ان احنا عندنا مساحه موجوده فوق سطح مبنى وعندنا استهلاك كهرباء، فاحنا قلنا له هنركب لك محطه طاقه شمسيه تخلي المبنى ده بدل ما هو مستهلك فقط يبقى مستهلك ومنتج كمان. وهو بيبقى فيه عداد بيقرا انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه اللي بيغذي الشبكه، وعداد اخر بيقرا استهلاك احمال المبنى المغذى من الشبكه، وفي الاخر بيبقى بنطرح ده من ده ونشوف الناتج سواء احنا انتجنا اكتر او استهلكنا اكتر. دي الفكره ببساطه. هو الحقيقه الدكتور علي اقتنع، ولكنه قال انا ما اقدرش اقتنع بالكلام، انا عايز اشوف تنفيذ ونتائج. فاحنا نفذنا وطلع في الاخر المحطه اللي موجوده دي بتساهم ب 30% من استهلاك المبنى بالكامل من الشبكه. ال 30% دول تكلفتهم كام؟ الكيلو وات
احنا في محطة الطاقة الشمسية اللي مربوطة على الشبكة الكيلو وات الواحد بيتكلف تقريبا حوالي 12000 جنيه، يعني دي 10 كيلو وات متكلفة 120000 جنيه. 120000 جنيه، المحافظة دفعتهم؟ احنا جبنا سبونسر شركة شغلتها الموضوع ده، عرضنا عليها انها تساهم معانا في نفس يعني مؤمنة بنفس المبادئ وساهمت معانا وقدمت النموذج. لو هذا المشروع اتعمم على كل المباني الحكومية بل ومباني القطاع الخاص، طبعا هيساهم بشكل كبير في تخفيف الأحمال أو تخفيف العبء على الشبكة القومية. أنا كمواطن لو أنا عندي بيت وعايز أعمل مشروع طاقة شمسية مش مشروع استثماري، بس أوظف الشمس وأقلل تكلفة الكهرباء والفاتورة والكلام ده، أعمل إيه؟ هل في امكانيه؟ طبعا في امكانيه وفي حل اخر نفس يعني بنفس الفكر، ان احنا ننتج الكهرباء من الطاقه الشمسيه ثم نخزنها في بطاريات. البطاريات دي يمكن استخدام الكهرباء منها في حاله عجز الكهرباء او انقطاع الكهرباء، ممكن طبعا. بس انا كمواطن بدور برضو على التكلفه، خاصه طبعاً. ان وزاره الكهرباء قالت لي ان في خلال 5 سنين انت هتدفع الفاتوره بسعرها العالمي العادل. بقى والحقيقة في حلين للمواطن العادي، الحل الأول تسخين المياه بالطاقة الشمسية اللي هو السخانات الكهربائية الشمسية. حضرتك رافض تماما ان احنا طبعاً نستخدم الكهرباء في تسخين السخانات؟ ده يستوي فيه اي مستهلك على وجه ارض جمهورية مصر العربية. محدش النهاردة في العالم بيسخن مياه بالكهرباء وهو عنده شمس، وبالتالي احنا دي تعتبر ده حل لازم لابد من اللجوء اليه، وتكلفته طبعا اقل بكتير من الكهرباء. ده انا عايز اقول لحضراتكم الساده المشاهدين عندنا 9 مليون سخان كهرباء في مصر، متخيل بيستهلكوا كهرباء قد ايه؟ الحل التاني للمواطن هو زي ما قلنا محطات صغيره تحل له مشكله عند انقطاع الكهرباء وليس لتغذيه الاحمال. نعم. والاستغناء عن الشبكه. طب الطاقه الشمسيه لو دخلت في انتاج الكهرباء في مصر تغطي كم في الميه من احتياجاتنا؟ تغطي قاره افريقيا. الطاقة الشمسية المصرية تغطي استهلاك قارة افريقيا بالكامل؟ نعم. مصانع وشركات وتكييفات الحقيقة نعم. طب خليني مثلا اقول لحضرتك بعض المنتجعات او المباني السكنية الجديدة في اطراف القاهرة بقيت الاقي عندها عمود انارة ومعاه اسطح الواح زي كده لاستخدام الطاقة الشمسية. صحيح. دول كده ما بيشتغلوش ولا بياخدوا كهرباء من الشبكة القومية للكهرباء ولا من الحكومة، شغالين بالشمس. العمود ده تكلفته كام باللوحين بتوعه؟ النهارده تكلفه عمود اناره بالطاقه الشمسيه تقريبا حوالي 7000 جنيه، من 7 الى 8000 جنيه. لكن بتعميم التجربه اذا كان في نيه لتعميمها اظن التكلفه تقل عن كده كتير، وده حل برضو من ضمن الحلول المهمه جدا ولا سيما في الطرق الصحراويه. وهي النهارده احنا في خطه بانشاء 3200 اظن كيلومتر خطوط وطرق خطوط وطرق عامه لربط المحافظات بعضها، اظن هو ده الحل. لكن هناك كمان حل تاني الحقيقه يعني واعد جدا، هو ري الاراضي، استصلاح الاراضي بالطاقه الشمسيه. الحقيقه احنا عندنا مثلا الوادي الجديد يمثل تقريبا 46% يعني تقريبا نص مساحه مصر. اراضي صالحه للزراعه فيها مياه جوفيه صالحه للزراعه وفيها شمس طول الوقت. فالنهارده بنقول ايه؟ بناخد الشمس نشغل بيها ترمبه ميه تطلع لنا ميه تستصلح بيها اراضي. حل هائل جدا ورائع جدا، يعمل لنا طفره كبيره جدا سواء في انتاج الغذاء او في تشغيل العماله وامتصاص البطاله من مصر. أنا بشكر حضرتك وخلينا نكمل بقية التقرير ونروح نقابل السيد محافظ الجيزة ونشوف هذا المشروع اتعمل ازاي. عايز أقول لكم أنا بسجل تحت درجة حرارة 900 مثلا. يلا. الأستاذ الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، لماذا وافقت على مشروع انشاء الواح شمسيه او توظيف طاقه شمسيه لصالح مبنى محافظه الجيزه؟ يعني بعد العجز اللي له مردود سلبي جدا على توفير الكهرباء على المواطنين خاصه في الجيزه، اصبح تشغيل مولدات او محطات لتوليد الكهرباء بطاقه شمسيه أمر له أولوية قصوى.
ولذلك عندما طلب مني إتاحة سطح مبنى الديوان العام ليمكن وضع خلايا شمسية بمسطحات كافية تفي بمتطلبات توليد طاقة كمردود تكفي لإضاءة ديوان المحافظة أو تتحمل تلت الطاقة الكلية المطلوبة للديوان، ودي تشمل الإضاءة بالإضافة إلى تشغيل التكييفات والموتورات المية وخلافه، وافقت على الفور. في مسؤولين زي حضرتك ممكن تتعرض عليهم هذه الفكرة ويقولوا لا بلا وجع دماغ، خلينا نقضي اليومين بتاعنا ونمشي. هل هذه العقلية هتنفع تتعامل مع المستجدات الجديدة في أزمة الطاقة والكهرباء في مصر؟ أنا عايز أذكر أنه أيضا كان في تحفيز كبير قوي لقبول هذا الموضوع والموافقة عليه، أنه بيقدم مجانا وبيشمل من الشركة والجمعية القائمين على هذه فطبعا ده لا يمكن رفضه يعني. أيضا الشركة بتقوم بتدريب كوادر من موظفي المحافظة لتشغيل محطة الطاقة الشمسية المتبرع بها، وأيضا صيانتها وتشغيلها، وده أمر أيضا مهم بالنسبة لنا إنه إحنا هنستفيد في قيمة مضافة للمحافظة، وإن هذه القيمة المضافة ستظل موجودة بالتشغيل الجيد وبالصيانة الجيدة على مدى فترة طويلة. هذا القرار اللي حضرتك أصدرته ده قرار من سلطة المحافظ بنسبة 100%، أم احتجت أن تعود إلى وزارات ورئاسة مجلس الوزراء؟ لا، لحسن الحظ ده قرار 100% تابع للمحافظ، التصرف في ديوان عام المحافظة. هل حضرتك عرضت هذه الفكرة على زملاء ليك في مجلس المحافظين حتى يتم تعميمها على أكبر نطاق؟ هي الفكرة موجودة في عدة محافظات، يعني محافظة الأقصر فيها تجربة مماثلة، يعني هو يمكن تعميمها يعني منتظر انه منتظر مع الوقت يبقى في عدد اكبر من المحافظات بتتيح فرصة لاستغلال الطاقة الشمسية. واحنا محظوظين في الجيزة ان في شركة تبرعت لنا، احنا حاليا طبعا امام نجاح هذه التجربة بنحاول نعزز تعاوننا مع الشركة بإتاحة أماكن احنا في حاجة إلى طاقة شمسية فيها، والأماكن ديت فيها قاسم مشترك وهو إن تكلفة نقل الكهرباء غالية، زي المناطق الصحراوية اللي عايزة مد كابلات، طبعا الكابلات ديت بتتكلف، زي طريق مصر اسكندرية الصحراوي على الأعمدة، كل ما المسافات تطول بين مكان ومكان وبتولد الكهرباء وبتنتقل بفلوس عن طريق دفع ثمن الكابلات والحفر وخلافه، فبتصبح مشروعات الطاقة الشمسية لها جدوى عالية وجدوى منافسة. بس أكيد حضرتك وانت قاعد في مجلس المحافظين قلت لزملاء لحضرتك أنا عملت كذا في المحافظة، عرضت ده على السيد رئيس الوزراء. أنا كمواطن شايف إن مش قدامنا وقت، يعني إيه تصورت او متصور ان هذه الطاقه استخدام مبنى محافظه الجيزه واستخدام الطاقه الشمسيه لتوليد الكهرباء لمبنى المحافظه ده من شهر مايو وفات عليه 3-4 شهور، ان فورا رئيس الوزراء يكون فرحان وزير الكهرباء فيتم داخل مجلس الوزراء ومجلس المحافظين تعميم الفكره على كل المباني الحكوميه فورا؟ ايه السبب في البطء تقديرك؟ يا تقدير انا الشخصي ان في شركة تبرعت بمحطة، ما اعتقدش ان في 27 شركة عشان 27 محافظة مستعدين انهم يتبرعوا تماما يعني بدون. ما انت قدامنا حاجة من اتنين، اما ان انا كمسؤول قاعد على الكرسي واحط ايدي على خدي فانتظر شركة تيجي تتبرع لي، او ان انا كمسؤول اقعد افكر واوصل للشركة واكلمها واقنعها وهكذا يعني. هو طبعا لو تسويق هذا النوع من المحطات يبقى مركزي، ووزارة التنمية المحلية طبعا حقيقة بتدفع في هذا الاتجاه، ممكن قوي انه يبقى في عدد اكبر من الشركات بيرغب في انه يقدم هذه الخدمة. بس انا عايز اقول بقى عشان تحفز الشركات للتبرع لازم يبقى في مشروعات اخرى، مش هيظل المتبرع يتبرع، نعم ما هو لازم بعد ما يتبرع ويثبت نجاحه
وتدي له مشروع بقى بتكلفه والكلام. يعني دايما الحياه اخذ وعطاء، فهو اعطى للمحافظه وفي نفس الوقت ممكن يتاح له فرصه انه يتعاون مع المحافظه برضه طبقا للنظم الاداريه والماليه السليمه. يعني ممكن تعالى ناخد محافظه الجيزه كنموذج. انت امام متبرع تبرع لك بهذه الطاقه الشمسيه او بالمعدات بتاعتها والالواح، عندك ايه مشروعات داخل المحافظه ممكن تديها لهذه الشركه؟ اخد احنا عندنا في خط اسكندريه خط من الرمايه للكيلو 21، نعم ده تابع لمحافظه الجيزه. اعمده الاناره احنا طرحينها بنظام الطاقه الشمسيه. عمود الاناره بيكلفك كام؟ العمود تكلفته وحطه على الطريق. يعني احنا جالنا عروض انه باضاءته بالبطاريه كده في حدود 12000 جنيه. طبعا ده بالاضاءه بتاعته الكامله. احنا طبعا بنتوقع ان احنا نقدر نحط عليه اعلانات فتجيب يعني مش هتجيب كل القيمه بس على الاقل تقلل من التكلفه. وبعدين بنحسب بقى تكلفه الكهرباء اللي بتدفعها المحافظه للاضاءه على مدى، لان احنا المردود بتاع المشروع مثلا 10 سنوات، فبنشوف الكهرباء اللي احنا هندفعها قيمتها كاستهلاك قد ايه ل 10 سنوات زائد الاعلانات اللي بنحطها على الاعمده، ونقارن بين الطاقة الشمسية اللي احنا مش هندفع عليها من وقودنا او هنتكلف عليها ان احنا نستهلك وقود. الاستاذ الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، بشكر حضرتك، والرسالة مباشرة الى كل السادة المحافظين الذين لم تتح لهم الفرصة حتى الان لتوظيف الطاقة الشمسية في مباني محافظتهم، وايضا الى السيد رئيس الوزراء، لماذا لا يتم تعميم تجربة محافظة الجيزة والاقصر على كل المباني الحكومية؟ بعد ما حضراتكم شفتوا تقرير الطاقة الشمسية اللي موجود في مبنى محافظة الجيزة، ما جاش على بالكم سؤال ليه السيد رئيس الوزراء لا يجتمع بالسادة المحافظين ومعاهم وزراء معنيين ويتم اتخاذ قرار بهذا الشكل؟ كل المباني الحكومية والأندية والمدارس يتم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء واحتياجاتها فيها. عندنا 3200 كيلو متر، الحكومة بتقول انها هتبدأ تعمل شبكة طرق 3200 كيلو متر، طب دي معظمها هتتعمل في صحاري، طب دي هتتنور ازاي؟ برضو مش شبكة القومية ويتقطع تيار كهربائي؟ طب ما التكلفة بتوصل ل 7-8000 العمود بالطاقة الشمسية، طب ليه ما نعملوش طاقة شمسية ونحط عليه لوحات اعلانية؟ نجيب يا سيدي لو كل سنة 2000-3000 جنيه في 3 سنين هنجيب 8 العمود. افكار مش محتاجة بس الا ان حد يفكر معنا. هاخد حضراتكم في هذه الفقرة إلى فضيلة ضاعت مننا كمصريين أو بين أغلبنا في خلال السنين اللي فاتت، هي فضيلة من ديننا الحنيف وكل الأديان السماوية حست عليها، ألا وهي فضيلة التسامح، العفو. حضرتك وانت ماشي كده بعربيتك في قلب الشارع، حد حك فيك ولا انت حكيت في عربيته، تنزلوا ماسكين قدام بعض وعمالين تتخانقوا، طب يا عم العفو، عفى الله عنك وتوكل على الله. هو كان قصده جارك اللي النبي وصى على 7 جار حتى ظننت انه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، يعني هيحطه من ضمن الناس اللي لهم حق الارث فيه بعد وفاته. لا نعفو عن جار اساء لينا ابدا. مش هطول على حضراتكم، بيشرفني في هذه الفقره العالم الجليل الدكتور احمد عمر هاشم عضو هيئه كبار العلماء، ونتحدث في هذه الفقرة عن فضيلة التسامح. أخلاقنا ضاعت باظت، عايزين نرجعها في برنامج مساء الخير. مساء الفل، أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب بالخير. أهلا وسهلا، خلينا نبدأ مع حضرتك بفضيلة التسامح. من المؤكد أن ديننا الحنيف حس المسلمين على أن يغرس فيهم فضيلة التسامح التي ضاعت بيننا في خلال الظروف او السنين اللي فاتت.
عايز حضرتك تكلمنا عنها بما تعلمه وتحفظه. نعم. من احاديث عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بين لنا الكتاب وبينت لنا السنه هذه الفضيله باجلى معانيها. ففي القران الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويأمرنا أيضا القرآن أن نسارع: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الوصايا وهذه التزكية والدعوة من القرآن الكريم إلى هذه الفضيلة، لو نظرنا إلى أي مدى ترسي بين الناس الأخوة والمحبة والمودة وتنطفئ أمامها كل الرذائل لوجدنا التأكيد عليها من رسولنا صلى الله عليه وسلم يبلغ صيغته النهائية، لدرجة أنه عندما يطلب منه أحد المسلمين أن يوصيه يقول: أوصني، يقول: لا تغضب. فيقول مرة ثانية: أوصني، ظنا أنه سيزيده شيئا، يقول: لا تغضب. الثالثة يقول: لا تغضب. ثم يبين ويقول: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولم تكن هذه التوجيهات مجرد أقوال، بل كان يطبقها صلى الله عليه وسلم عمليا وفعليا، حتى إنه لما أوذي وأوذي أصحابه وخرج إلى الطائف ورموه سفهاؤهم، رموه بالحجارة وأدموا عقبة، ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وينزل له ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أولئك الذين آذوك وآذوا أصحابك. والأخشبين جبلين في مكة، جبلان في مكة، في مكة. نعم. فيقول: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. بس ربما في حادثة الطائف كان الرسول في وضع المستضعف. نعم. تحدثنا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في موضع القوة، لأن نعم. أفضل درجات العفو هي العفو عند المقدرة. العفو، نعم. في هذه الأثناء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا في موقع ضعف، لأنه لم يدخل مكة إلا في جوار رجل مشرك، ولم يستطع أن يدخلها من إيذائهم. لكن لننظر كما تفضلت بالإشارة، عندما بلغ الإسلام قوته وعندما كان الإسلام في عظمته وقوته والرسول صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليه مكة. كان في موضع قوة، رأس الدولة. نعم. أصبح ومعه الجيش والمسلمين، ومعه الجيش ومعه الصولة، ومع هذا يمنحهم الأمان ويقول: من دخل البيت فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. حتى قالوا أبو سفيان يحب: ومن دخل دار أبي سفيان ويشكر الله أن حطم الأصنام. وبعد ماذا؟ بعد فترة طويلة كان فيها في المدينة، كان من الممكن أن يرسل جيشا يحطم الأصنام التي ضربت أطنابها حول الكعبة، ولكنه صبر حتى لا يعرض المسلمين أو الجيش إلى فتنة طائفية. يبقى عفوا دخوله مكة كده ادانا درس. نعم. من دروس التسامح والعفو عند المقدرة. نعم. لكن بيتوارد أيضا بأن الرسول حتى وهو في مجلسه بين الصحابة والمسلمين جاء من يراجعه ويقول له: اعدل يا محمد. نعم.
جاء ما هو يقول كانت جاءته بعض أموال فكان قسمها، فقال أحدهم اعدل يا محمد، قال ويحك من يعدل إن لم أعدل. فأراد سيدنا خالد بن الوليد أن يناهض الرجل، قال دعه لعله يصلي. قال كم من مصل يقول بفمه ما ليس في قلبي، قال لم أمر أن أنقب على القلوب. معلوش اللي انت بتكلمه ده ازاي بتخاطبني بهذه اللغة؟ وعفى عنه. في يوم فتح مكة لما سمع احد الصحابة يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح، قال خذوا الراية منه اعطيها لعلي، لا تقولوا اليوم يوم الملحمة، قولوا اليوم يوم المرحمة. واعطاهم الامان، واراد ان يشكر الله فطاف بالبيت ومنافق اسمه فضالة يخفي سلاحه تحت ثيابه ويريد أن يجهض مهرجان النصر والفتح العظيم وأن يجهز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوحي الله إليه بمن خلفه فيلتفت ويقول من فضالة؟ ماذا تحدث نفسك؟ قال لا شيء أذكر الله. قال ألم تحدثك نفسك أن تغتالني؟ فأسقط في يد الرجل. من الذي أعلم؟ أنا لم أقل لأحد، لم أنبس ببنت شاف، من الذي أعلم رسول الله؟ لابد أن يكون رسولا حقا وأن ربه أوحى إليه. ولكنه مع هذا من رأفة عفى عنه بشكل. طب البعض يرى فضيلة وضع يده على صدري ودعا له، يقول والله ما رفع يده عن صدري إلا ولا أحد من خلق الله أحب إلي من رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا في عصر النبوة. تعال ننتقل إلى يوم القيامة وما أعده الله سبحانه وتعالى للعافين عن الناس. الحديث المعروف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين أجرهم على الله، فلا يقوم إلا من عفا. أبو يعلى والحاكم يرويان حديثا عن سيدنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بينهم فضحك حتى بدت ثناياه، فقالوا له ما الذي أضحكك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال رجلان من أمتي جثيا أمام رب العزة ركع يسأل أحدهما أخاه مظلمته، فيقول يا ربي لم يعد عندي حسنات حتى أسد المظلمة بتاعته، قال يا ربي فليتحمل من أوزاري. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا يوم، هو يوم القيامة، الناس أشد حاجة إلى من يتحمل عنهم من أوزار. فقال له رب العزة انظر، فنظر فوجد قصورا من ذهب وأخرى من فضة مكللة بالياقوت، قال يا ربي لأي شهيد، لأي نبي، لأي ملك هذا؟ قال لمن يدفع ثمنها. قال ومن يستطيع يا ربي؟ قال أنت. قال كيف؟ قال بعفوك عن أخيك. قال يا ربي أشهدك أني قد عفوت عن أخي. قال خذ بيد أخيك وأدخله معك الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أصلحوا ذات بينكم في الدنيا يصلح الله بينكم يوم القيامة. إذن هذا هو ثواب كل من يعفو، كل من يعفو ثوابه عند الله عظيم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما معنى العفو والإصلاح؟ يعني عفى عن أخيه ثم ثم أصلح ما بينه وبينه. أجره على الله معناها يعني فرض على الله، والله ليس عليه فرض لا يفرض عليه. ولكن لتحقق الوقوع بين أن هذا الأجر وهذا هذه العظمة تكون للإنسان يوم القيامة. في أحد مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم نال رجل من أبي بكر 3 مرات، في كل مرة يكظم ويعفو يكظم ويعفو، إلى أن كانت المرة 3 خاف أن يتفاقم الشر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فرد على الرجل ليسكت شره، فنظر فوجد الرسول قد انتفض خارجا من المجلس، فلحق به أبو بكر وقال أوجدت علي يعني أغضبت عليها من مرة أردت أن أسكت شر الرجل بعد أن نال مني 3 مرات؟ فقال له معلما وموجها حين كنت تكظم الغيظ وتعفو كان الله قد سخر ملكا يدافع عنك.
وحين أردت أن تقابل السيئة بمثلها خرج الملك ونزل الشيطان، وما كنت لأجلس في مجلس فيه شيطان. يا الله. أي أن مجالس العفو والصفح مواطن لملائكة الرحمن، ومجالس المهاترات ومقابلة السيئة مثلها مرتع خصب للشيطان. اسمح لفضلتك بس أخد عدد من السادة المشاهدين. سهام من دمياط، فضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن اسال سيادة الشيخ؟ اتفضلي اتفضلي. ايه اللهم صل على النبي. الصلاة والسلام. زوجة رمى عليا اليمين قبل كده مرة. طب اسمعينا بس من التليفون مش من التلفزيون. طيب ماشي. لا يعني هي بتقول ان زوجها رمى عليها يمين الطلاق. نعم. مرة. نعم. ايوه يا سهام. ايه وراح رد راح لشيخ عندنا هنا في البلد. قال له ايه اعمل كفارة يمين اللهم صل على النبي، وما خدناش معاه علشان احكي له الله حصل. ماشي. ده اول طلقة. ورجع طلقنا مرة كرشنا بره البيت وقال لي انت طلق بالثلاث. سؤالك. ورجع طلقني تاني. ده الراجل غاوي بقى. مرة تالتة. مرة تالتة. يجوز اللي انا عايش معاه او ولا ما عايش معاه؟ هي المرة التانية والتالتة دول اذا كانت هي قالت في المرة التانية انت طالق، ده اسمه يمين صريح بيقع. لكن الاولى ما قالتش لفظه ايه، لان ساعات يقول روحي مش عاوزك، علي الطلاق. هذه الفاظ تسمى في الشريعة الكناية. لا يقع اليمين الا اذا نوى. ولذلك الذي افتاها افتاها صح، لانه افتاها على ان هذا اليمين كناية ولم يقصد الطلاق. اذا هي على ذمته. على ذمته فيكفر عن يمينه. بس اذا كان اليمين الثالث برضه صريح يبقى وقع يمينين، بقيله يمين بقيله يمين وتنتهي المساله، بقيله يمين وينصلح حاله. وينصلح. احمد من اسكندريه، اتفضل يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. لو سمحت ازيك يا عم الشيخ الاول؟ ازيك يا استاذ؟ الله يكرمك. انا معايا معجزه مش هتنفع في التليفون. انا عايز الدكتور شيخنا يتصل بيا الله يكرمك، لان من اسكندريه ومعيش فلوس اطوار. طب سيب بياناتك في الكنترول، سيب بياناتك في الكنترول ان شاء الله. هرجع ليك فضيل الدكتور احمد عمر هاشم. طب انا عايز اسال برضو يعني. طيب محمد من الجيزه، اتفضل. استاذ محمد اتفضل. كده استاذ محمد مساء النور. بعد اذن حضرتك، اصلا عندي مشكله كده حصلت معايا في الشغل، احنا ثلاثه اصحاب بس بعد اذن حضرتك يعني عايز لها حل، لان دي فيها دم وفيها مشكله جامده يعني. فيها افتاء يعني؟ حضرتك عايز فتوى من فضيله الدكتور؟ هي تتدخل في العرض يعني، تتدخل في ان الواحد استغني في عرض. نعم. واتفضل. في الست بتاعتي. نعم. حد طعن في وراح شهر بيا في الشغل، ان احنا ثلاثه شغالين في شركه واحده، ففي واحد بيتكلم دول ان هو يعرف زوجتي وكده والعلاقه بيها والكلام ده. نعم. فانا كنت باذن حضرتك عايز اسال فضيله الشيخ انا اعمل معاهم يعني، رحت عملت معاهم محضر في الاسم، بس عايز اوصل لاشد حاجه ليهم ان هم اتهموني في عرضي بشرفي. واحد شهر بيا في الشغل والتاني قال على زوجتي كلام حاضر. حاضر يا محمد. محمد بيعمل هو وثلاثة أصحابه في عمل بيجمعهم، واتنين منهم طعنوا في عرض يعني عرض زوجته، فبيقول هو عمل لهم محضر في الاسم، بس هو عايز ياخد إجراءات أكثر شدة. نعم. هو في الواقع القرآن الكريم ضرب لنا مثلا بأعظم، والصديقة بنت الصديقة السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك حين ادعوا عليها زورا وبهتانا بهذا الذنب العظيم وهي لم تفعل هذا، ونزلت براءتها من فوق السماء. سبع سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم. كان هذا درسا لكل الناس. إذا كانت هذه الصديقة بنت الصديق وجرى عنها مثل هذا الكلام
من وراء قلوب مظلمة تحمل الأحقاد فتدعي على الناس زورا وبهتانا. بس عفوا فضلتك ده أيام النبوة. نعم. أنت الآن في مجتمع يعني ليس في وحي هينزل ولا ولا في ماذا رسل. يفعل يعني ماذا هل, هل ندعو بإيه؟ هو الآن لجأ إلى القضاء وهذا حسن، ولكن أحسن منه المجلس الودي للصلح والمعاتبة وتحري هذه الشرور حتى تدفن ولا تستفحل. يعني أن يكون هناك كبير نعم لهذا الموقف يدور ويجمعهم. أن هذا أفضل من اللجوء للمحاكم، لأن اللجوء للمحاكم يظل بين المنتصر والمهزوم أشياء ودخائل في النفوس لا تنتهي، لكن حين نجلس المجلس العرفي الودي ويحضره أحد الشيوخ، أحد أئمة المساجد، أحد الناس الصالحين ويعتب على من أثار هذه الكلام وهذه المقولة. فضلتك ترى أن هذا أفضل؟ هذا أفضل في رأيي. أماني من الجيزة، منى من القاهرة، فضلي أماني. مساء الخير. مساء النور. أنا في بس ثلاث نقط. أول نقط للأستاذ محمد أمين، أنا بس عايزة أقول له الحقيقة ما ينفعش أبدا الناس الغلابة اللي هي أنتوا بتحطوا أرقام تليفوناتكم علشان يقولوا لكم مشاكلهم أن أنتوا تدفعوهم فلوس. ماشي. أكيد الناس الغلابة دول مش أغنى محمد الأمين. ثانيا إحنا بنحترم حضرتك وبنصدقك، ومش عايزين أن إحنا كمان نصنفك من ضمن الناس اللي هو ما هو البرنامج لازم يفرقع. أوكي. لا أنا قلت حاجة، لحظة بس، لحظة ثانية واحدة. طب هرد بس، أصل أنت بتقولي حاجة أنت بتفصلي بين بعدين رد أستاذ محمد لو سمحت. نعم. أنت راجل ديمقراطي، أنت راجل بترسل لنا رسالة أن أنت مع الغلابة، أن أنت مع كل حد في جمهورية مصر العربية، يبقى ما ينفعش أن أنا علشان حد يكلمك عند مشكلة يدفع بال11 وال12 جنيه. كويس. مولانا حضرتك أنت راجل ديني، هل أنت لو تعلم هذا تقبل أن الكلام ده يحصل؟ شكرا جزيلا. شكرا. أستاذة أماني بتكلم الجيزة على تكلفة المكالمات اللي موجودة. خليني أناشد القناة بأنها تخصص أيضا تليفون أرضي. بأنها تكلفته تكون أقل. بس عايز أقولك ده أنت جزء من منظومة لا تتعلق بمجموعة قنوات سي بي سي بس، بس كل مدينة الإنتاج الإعلامي ده ليها نظام. يعني أنا لا أملك فيه يعني من القوة والقهر عشان أضع هذا الشرط، لكن خليني أضم صوته لصوتك وأناشد إدارة سي بي سي بأنها تخصص ليا تليفون أرضي عادي علشان الناس أيضا تتواصل به، يبقى كله متاح وأنا مع حضرتك. نشكرك. حاجة تانية أن أنا أدافع عن فضيلة الإمام دكتور أحمد عمر هاشم لأنه ضيفي، من المؤكد أنه لا يعلم قصة تكلفة أو مش تكلفة يعني أبدا. نحن بنرجون وهو يشرفنا ونستزيد من علم، لكن خليني أنا أقول لك إن أنا أناشد وأناشد وأناشد شبكة قنوات سي بي سي، وعايز أقول هقول جزء شخصي وأنا يعني مش مفروض أقوله، عندما كنت موجودا على راديو مصر كانت أيضا صحيح. هذه هي التكلفة، وكان القطاع الاقتصادي حاططها يعني، ومفروض ان انا كنت بوجه رسالة الى ملايين المصريين صحيح. البسطاء، وحاولت ان انا اغيرها يعني منظومة. بس خليني نوصل لحل وسط بهذا التليفون البسيط. هرجع لأسئلتي لدكتور احمد عمر هاشم. هذا ما كان موجود موجودا ايام النبوة الى فكرة الصفح التسامح. لكن الان عندما ننزل بقى الى ارض الواقع وبعد الف ما يزيد عن 1400 عام من الدعوة المحمدية الدنيا اتلخبطت، والبعض يفسر الآن أن التسامح ضعف، بالعكس ده الإفراط في الرد والتشدد يمنحني هذا الرجل قوي، بينما الذي يسامح ويعفو حتى لو من مضى قوة يقال عليه تعبير بلدي ده رجل طيب يعني إيه لمؤاخذة أنا بقولها لك. نقول إيه للناس دي؟ نقول للناس إن القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا حين وضع هذه القاعدة لم يكن ليضعها من أجل حزازات بين الناس يراد إسكات طرف دون طرف، بل كان يعالج المشكلة من جذورها. يقول
ادفع بالتي هي أحسن، لا ترد عليه السيئة مثلها. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تقلبه وتغيره من عدو لدود إلى صديق ودود. أحد الحكماء لما قيل له لقد كان الإجهاز على هؤلاء الأعداء عملا تقتضيه العدالة، قال وهل فعلت غير هذا؟ لقد أجهزت عليهم حين حولتهم إلى أصدقاء. فأنت عندما تتسامح وعندما تحسن إلى من أساء إليك كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحسن إلى من أساء إليك تكن أعبد الناس. ليس فقط الثواب الذي تحصل عليه في الآخرة، بل أيضا في الدنيا تنحل المشكلة بهذا العفو وهذا الصفح وهذا التسامح. ولذلك الآية القرآنية لما قالت والكاظمين الغيظ، يعني معناها يكظم الغيظ فلا يقابل السيئة مثله، قال بعدها والعافين عن الناس، لا أكتفي بأن أكظم الغيظ بل أعفو عنه، لأنه من الممكن أن أكظم الغيظ ولا أعفو عنه، وهذا حسن. لكن أحسن من هذا وذاك أن أحسن إلى من أساء إلي، كأنه بهذا يوبخهم. لما سأل أحد المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني التراب الحار توبخهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأنت معك ظهير من الله، ومعك انتصار من الله، ومعك قدرة. يعني كل من يسامح ويعفو ويقزم الغيظ، نعم، هو في معية الله. في معية الله، نعم، مع الله. الله يعني يؤيده وينصره ويزال معه ظهير وعون من الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه نحل المشكلة من جذورها، لا يبقى لها شيء، يتحول هذا الخصم إلى صديق بعد أن كان يسيء. وهذا هو الحل القرآني العظيم والذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن حين قال والكاظمين الغيظ أفضل من هذا، والعافين عن الناس أفضل وأفضل، أن أحسن إلى من أساء إليه. يبقى دعوة في دقيقة تبقت، نعم، في هذه الفقرة حضرتك توجهها للسادة. أقول لكل الناس في كل الأرض إن العفو والصفح والتسامح بين الناس حل لمشكلاتنا، وعدم حاجة إلى لجوء إلى قضاء ولا إلى منافسات ومطارحات، بل بالعكس يعيش الناس أحبة ودعاء، ويتحول الأعداء إلى أصدقاء. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فضيلة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، بشكر حضرتك. شكرا على هذا الحديث. بعد الفاصل خرجنا من التسامح ونطلع على أمريكا، حيث هيلاري كلينتون ألفت كتاب صدر مؤخرا في الأسواق بعنوان خيارات صعبة. هيلاري كلينتون كانت وزيرة الخارجية أثناء ثورة يناير، وبتحكي في هذا الكتاب بالتفصيل علاقة واشنطن بنظام مبارك ثم ما بعد نظام مبارك أثناء فترة حكم الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي. حيشرفني صديقي العزيز الكاتب الصحفي والإعلام البارز الأستاذ حامد عز الدين، ويلقلنا الضوء بالتفصيل عما ورد في هذا الكتاب، لأن أيضا بعض وسائل الإعلام المصرية وبعض القنوات وبعض الصحف أفرطت وقالت كلاما لم يرد ذكره في هذه المذكرات. نعرف الحقيقة من الأستاذ حامد عز الدين. Also must work together to support the institutions of good governance, the rule of law, and an independent judiciary.
transparency and a free press, strong political parties, protection for the rights of minorities and more, because those indeed are the building blocks of a true democracy. بجدد التحية بحضراتكم في هذه الفقرة هنناقش الكتاب اللي أصدرته مؤخرا وزيرة خارجية أمريكا السابقة هيلاري كلينتون، المتحدثة وزيرة خارجية أمريكا، الحديث عن ثورات الربيع العربي، عن مصر، عن فترة حكم مبارك وال25 يناير اللي جرب فيها، أسرار مدارة في الكواليس ما بين البيت الأبيض ومؤسسة الرئاسة المصرية، وأيضا ما بعد سقوط مبارك فترة حكم مرسي، كواليس مزهرة، وأيضا الحديث عندما تتحدث وزيرة خارجية أمريكا عن قطر وتصفها بإيه؟ خليني ما احرقش كل الكلام ده وأروح إلى ضيفي العزيز الإعلامي البارز والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حامد عز الدين. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. بص، في الفترة اللي فاتت أنا سمعت وقريت وحاجات إن على هذه المذكرات ومن زملاء، عشان نجيب من الآخر يعني، بس أنت بتقولي كلام تاني خالص، إن اللي سمعته ده خير يعني في كلام لم ترد في المذكرات، الكلام ده صحيح؟ صحيح. اللي حاصل الحقيقه انه وسائل الاعلام الزائديه اللي هي وسائل الاعلام الالكترونيه اصبحت كانها وسائل اعلام بلا صاحب، فالكل يقول ما يشاء والكل ينقل ما يشاء، لكن المصيبه الكبرى هي ان وسائل اعلام كبيره تنقل عن صفحات على الفيسبوك وتعليقات على تويتر وتعتبر ان ده مصدر، هذا ليس مصدرا لانه الخبر ببساطة ومحدش قرا الكتاب. وطبعا رغم ايه، ودي الشيء المضحك يعني، انه شركة دار النشر الامريكية اللي عاملة الكتاب بتاع هيلاري كلينتون عاملة جزء في التسويق مهم جدا، انها اتاحته مجانا على الانترنت، يعني ممكن اي واحد يقدر ينزلوه من على الانترنت ويقراه، يعني وهو على الانترنت ويقراه. اكبر الفضائح اللي تراها ايه في اللي بعض وسائل الاعلام تحدثت عن ورد في المذكرات لكن لم يرد؟ تحدثت عن اشياء حدثت يوم 30 يونيو ويوم 3 يوليو، وان بوارج حربية امريكية تحركت، وان الجيش المصري اسقط طائرات في المنطقة، قالوا ان هذه وردت في مذكرات هيلاري كلينتون، وهذا لم يحدث على وجه الاطلاق، لم يرد منه حرف ولا حرف. هي بصراحة الحقيقة ما جابتش هذه السيرة مطلقة، لأنها آنذاك لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية. لاحظين حضراتكم الجملة اللي بيقولها ضيف العزيز أستاذ حامد عز الدين، إن بعض وسائل الإعلام المصرية وبعض الزملاء أيا كانوا بقى واللبنانية والسورية والعربية ومحطات تلفزة الكل نقل ما جاء على الفيسبوك على أساس أنه حقيقة، وهذا ليس حقيقة. وقالوا هيلاري كلينتون اتكلمت عن 30 يونيو 3 يوليو وأن أمريكا بعتت بوارج بحرية، الكلام ده أساسا أن هيلاري كلينتون لم تكن موجودة في 30 يونيو، كانت خلاص مشت من الإدارة الأمريكية. أذهب بك سيدي إلى مذكرات خيارات صعبة. خيارات صعبة 650 صفحة. منهم 169 صفحة تتناول قضية أو قضايا في الشرق الأوسط. هي في الحقيقة الكتاب ده تمهيد لانتخابات الرئاسة الأمريكية، لأنه هيلاري تبدو المرشحة الأقوى جدا في الحزب الديمقراطي. وكان كانت تفكر هي في الانتخابات الماضية أنها ستفوز بتذكرة الحزب الديمقراطي في الرئاسة، ولكن لكنها فشلت وبقي أوباما، وعليه هي الآن تستعد، وليست هناك شخصيات قوية في الحزب الديمقراطي الأمريكي لكي تفوز بهذه التذكرة. وأنا أتذكر أني شاهدت فيلم سينمائي عام 2002 كان يتحدث عن ما سيحدث في 2012، وكان بيقول أنه رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية في 2012 ستكون السيدة هيلاري كلينتون. اليوم هي طبعا انا اعتقد انه رغم انها ستفوز بتذكرة الحزب الديمقراطي كمرشحة لانتخابات الرئاسة الامريكية، الا ان فرصة فوزها صعبة ببساطة شديدة، لانه الناخب الامريكي لا يترك الديمقراطيين اكثر من دورتين ولا يترك الجمهوريين. اذا انت ترى حضرتك ان هذا الكتاب كتبته هيلاري كلينتون كمقدمة او تمهيد ليه حتى تدخل السباق الرئاسي. الفصل السادس من هذا الكتاب. دعنا نذهب الى الفصول بقى. الفصل السادس عشان نستبعده بقى هي تتحدث فيه عن برنامجها الرئاسي. نستبعده خلاص. لا انا عايز
من اول 25 يناير من اول 25 يناير ماذا كتبت وزيره الخارجيه؟ الحقيقه أمريكي. انا لا اصدقها كثيرا. لماذا؟ لانه هي تكتب ذلك وكانها مرشحه للرئاسه الامريكيه. نعم. وبناء عليه فهي لا يمكن ان تخلق اي مناخ من العداوات مع سياسيين او مع دول قد تتعامل معهم عندما تصبح لكن هناك رئيسة. وقائع محددة طبعا في بعض الوقائع اللي هي تكلمت فيها والتي لم يتحدث عنها هؤلاء الفيسبوكيون والتويتريون إلينا بها هي تحدثت مثلا عن قطر و يعني في 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 اسلوب ينم عن ان الولايات المتحدة الأمريكية اصبحت ترى قطر كارت محروق يا الله. لأنها تقول تصف قطر أولا وهذا من نص الكتاب بأنها مجرد إصبع يخرج من المملكة العربية السعودية جغرافيا وأنه أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة والشيخ حمد بن جاسم اللي هو كان نائب الأمير ورئيس الوزراء وقتها بيتعاملوا أو حاولوا استغلال فترة الانتفاضات العربية باستخدام نص كلامها الجزيرة كسلاح ناعم ودفتر شيكات بلا سقف لكي يحولوا هذه الإمارة الصغيرة إلى قوة عظمى وأسرفت هيلاري كلينتون في وصف المشهد الذي حاول أمير قطر ورئيس وزرائه أن يرسموه لدخول أمير قطر إلى غزة بعدما التقى مرسي بعدما ساعده في تحقيق اتفاق التهدئة اللي هنتكلم عليه بعد يبقى هيلاري كلينتون تصف قطر في مذكراتها بأنها مجرد أصبع خارج من المملكة العربية السعودية نعم وأنه هذا الإصبع هي تقول إن إحنا فوجئنا بأنه موجود في كل مكان في العالم العربي قالت أيضا إن مقاتلات قطرية كانت تتولى تأمين المجال الجوي لطائرات حلف الناتو وهي تضرب ليبيا وهي تقصف وتدمر كل البنى التحتية يعني قطر شاركت في نعم شاركت شاركت في بالفعل إضافة إلى حاجتين أساسيتين نعم. على حد ما جاء في الكتاب بالحرف قالت إنه استخدام السلاح الناعم وهو الجزيرة ودفتر شيكات بلا سقوف في فرض دفتر شيكات مفتوح قطر كقوة عظمى في المنطقة وإنها تبحث عن دور هذا الكلام الحقيقة بيؤكد أن هناك يعني وراء الأكمة ما وراءها بالنسبة لموقف أمريكا من قطر اللي بتعتبر قطر أصبحت يعني كارت محروق كلمت أيضا عفوا حضرتك رأيت أن قطر أصبح كارت محروق لأن وزيرة خارجية أمريكا السابقة ممكن ترشح نفسها للرئاسة بتصف قطر بهذا الشكل نعم يبقى الإدارة الأمريكية ترى أن قطر أصبحت عبئا وأصبحت كارت محروق كما أن هيلاري كلينتون في هذا الوصف تقول كمان انه قطر بما فعلت كانت تحاول ان تداري غيبة الاصلاحات الديمقراطية والاجتماعية داخلها داخل قطر نفسها لدرجة انها يعني لم تراعي غضبا وقلقا في دول الخليج من الاشياء اللي بتعملها اللي هي دعم الاخوان ودعم الحركات الاسلامية وتمويل هذه الحركات بالسلاح على حساب مواقف اخواتها اشقائها في طب هيلاري ما قالتش ان احنا كنا بنتعامل مع قطر وان احنا بنتواصل معاها وبنأمرها انها تفعل ولا تفعل هي في الحقيقه قالت ان قطر كانت تحقق مصالحنا هي قالت كده تحقق المصالح الامريكيه نعم قطر كانت حريصه على تحقيق المصالح الامريكيه ايضا النقطه المهمه التي قد تفسر ما يجري اليوم في حماس انها وهي بتحكي على اتفاق الهدنه اللي يعني قطر دعمت مرسي لكي يعلنوا فيظهر أمام العالم كراعي للسلام على حد ما جاء في المذكرات هي بتقول أنه قبل 48 ساعة من إعلان اتفاق الهدنة كانت حماس ترفض أن تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار من جانبها ولا حتى في نفس الوقت مع إسرائيل لأنها شايفة ده يقلل من موقفها فقالت أنها حمرت عينيها ل رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم وقالت له حماس لو ما عملتش اللي احنا بنقوله فان اسرائيل سوف تقوم بعدوان بري كاسح ففوجئت باتصال يبلغها بموافقة حماس هي تتحدث عن كيف ان دولارات
قطر نجحت تماما في أن تسيطر على قرارات حماس، وهو ما يجري اليوم ويؤخر ويعرقل مبادرة مصرية يوافق عليها العالم كله. طيب دعنا نخرج من قطر ونذهب إلى هيلاري. كانت شايفة مرسي إزاي؟ هيلاري قالت أنه مرسي رجل جاءت به الصدفة لكي يجلس على كرسي كبير جدا، وقالت انه سياسي بين قوسين غير طبيعي، هو سياسي غير طبيعي، وبدأت تحكي ماذا حدث. قالت ان الرجل وقع في غرام السلطة بشكل سريع جدا، وقالت ايضا انه حين بدأنا نناقش تفاصيل الاتفاق الهدنة اللي انتهى بهدنة بين اسرائيل وحماس، كان مرسي يحاول ان يبدو امامي انه يقرأ تفاصيل الصيغة التي اعطاني اياها بنيامين نتنياهو سطرا سطرا، وفجأة وقف وقال انا لا يمكن ان اقبل هذه النقطة. فضحكت هي وقالت لكنك انت الذي وضعتها في المسودة الاولى. لا نعم صحيح، يبقى خلاص اوكي. وانه كان يعارض ويناقض محمد كامل إبراهيم اللي كان وزير خارجية في الوقت ده، رغم أن الرجل كان يبحث عن مصالح لحماس، محمد كامل عمرو، محمد كامل عمرو كان يناقضه وهو يبحث عن مصالح ويحاول أن يبدو هو الرئيس، وأنه كان أكثر الناس حرصا على إنهاء هذا الاتفاق إلى درجة. لا دعنا من حماس والهدنة، كيف ترى في إدارة حكم مرسي للدولة المصرية؟ قالت إن الإخوان فشلوا فشلا ذريعا. دعني اعود الى النص كما جاء، كما جاء في مذكرات هيلاري. نعم. عن ادارة الاخوان للدولة المصرية. نعم. قالت انه الاخوان كتاب 650 صفحة برضو، يعني الاخوان المسلمين وحدوا سلطتهم، كانت بينهم خلافات ووحدوها، لكنهم فشلوا في الحكم بشكل كامل. وقالت ان مرسي فهم الديمقراطية بشكل خاطئ، لانه تصور ان الحكم لصندوق انتخابات، ونسي ان الديمقراطية لها معاني اخرى كثيرة للغاية، هي كيفية التعامل مع الجهات المختلفة. فحاول أن يعطي كل شيء لجهة واحدة، كما أنه سمح باضطهاد الأقباط بشكل واضح ولم يفعل شيئا. أغرب شيء قالته، بتقول إن أنا بقول للمرسي أنت هتعمل إيه بالنسبة للتهديد اللي بتمثله القاعدة وخصوصا في منطقة سيناء. فهو قال لها طب هو القاعدة هتهددنا ليه الوقت إذا كنا احنا خلاص، ده احنا بقينا حكومة إسلامية. وعلقت قائلة إما أن هذا الرجل ثاجج جدا أو أنه شرير بشكل مخيف، لأنه يظن بإمكانية أن يتفق الإرهابيون مع مصالح الدولة المصرية. طب عفوا، إذا كان هذا رأي هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في أن إدارة حكم مرسي وإدارة الإخوان كانت فاشلة بالكامل، لكن رد فعل الإدارة الأمريكية بعد 30/6 كان غير كده خالص. هنا هو الموضوع، لذلك أنا لا أستبعد أن السيدة هيلاري كلينتون أخفت الكثير من الحقائق لدرجة أو أنها لم يصرح لها بأن تكتب كل شيء. هو مش موضوع لم يصرح، هو طبعا كتاب باسم سيدة كانت هي السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، وهي المرشحة لكي تكون الرئيسة، وهي التي تولت منصب وزير خارجية على مدى 4 سنوات ونصف تقريبا، فهي بالتأكيد يعني تضع ميزان دقيق وحساس لكل كلمة ستقولها لأنها ستحسب عليها. تحدثت هي قالت مرة أخرى عن علاقتها مثلا مع قيادات جماعة الإخوان؟ لا، هي تحدثت عن مرسي وكيف أنه كان واضح تماما سهولة السيطرة على أفعال مرسي وتصرفاته، وتحدثت بإعجاب شديد عن هذا الجلد والصبر من جانبه في حماية أمن إسرائيل، وإنه رغم أن قالت ده نصا في هذا الكتاب، قالت أيوة حماية أن مرسي أمن إسرائيل كان حريصا على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وعلى حماية أمن إسرائيل، وكأنه يريد
ان يقول لنا انا معكم في الـ 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 الاساس اللي انتوا بنين عليه سياستكم في الشرق الاوسط. طيب ممكن ننتقل بعد كده على ما دار في 25 يناير. ما دار في 25 يناير هي تقول انه في اجتماع لمجلس الامن القومي الامريكي وهي حضرته كان مجموعة الشباب المحيطين بالرئيس اوباما منفعلين جدا بما يجري في ميدان التحرير واللي هم بيشوفوه، فقالوا ان مش ممكن ابدا ان احنا نقف ضد اللي بينادي بيها هؤلاء الشباب اللي هو في صلب السياسة الامريكية. لكنها هي وجون بايدن اللي هو نائب الرئيس الامريكي كان عندهما وجهة نظر مختلفة. هي الان تبدو وكأنها تريد ان تغسل يديها من ذنب ما او ان تخفي حقيقة ما، انها تقول ان هي ما كانتش موافقة وكانت ترى ضرورة التريث وان يكون انتقال السلطة الذي دعت اليه هي ودعا اليه اوباما قبل ناو كان انه الجملة التي قالها اوباما اوباما وهي ايضا ناو هي بتقول كان هي وبايدن يرون ضرورة التريث حتى يكون الانتقال في السلطة منظما، وانها قالت لاوباما انه لو ترك الامر على ما هو عليه فان مصر تحتاج على الاقل ربع قرن حتى تستقر. ورغم ذلك فقالت انه كان علينا ان نتعامل مع التنظيم الوحيد اللي موجود اللي هو جماعة الاخوان المسلمين لتحقيق مصالحنا. طب عفوا استاذ حامد، وانت بتقرا هذه المذكرات هل جالك بقى الاحساس بان ما جرى في 25 يناير، انت الكلام اللي بتقولوا لي ده كان امريكا فوجئت بما جرى في 25 يناير، لكن المتواتر بان امريكا تدخلت وكانت تعلم بما سيتم او سيجري، او ان ما جرى في 25 يناير مثل ما يردد محمد النظام الاسبق بانها مؤامره امريكيه. انا اقول انها مؤامره صهيونيه متكاملة الأركان منذ البداية. لا أنا مش عايز رأي أستاذ حمد، أنا عايز رأي هيلاري كلينتون قالت إيه. هيلاري دعنا نتفق أنه هيلاري في هذا الكتاب يبدو أنها أخفت الكثير ولم تكشف إلا عن القليل بسبب بسيط شديد جدا، أنها مرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أولا، وأنها جزء من إدارات أمريكية كل منها يعمل بشكل مختلف. لقد رأينا السيدة كونداليزا رايس رئيسة اللي كانت مستشارة الأمن القومي الأمريكية تعلن بوضوح نحن صنعنا ما حدث في 25 يناير، وتعتذر للرئيس الأمريكي جورج بوش عن أسباب عدم زيارة الرئيس. هل ورد سيرة المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاو في تلك المذكرات؟ نعم وردت، قالت أنه هي التقت مع المشير طنطاوي وكان الرجل مجهدا لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يرفع رأسه جيدا، فقد كان محملا بكثير من المهام التي وصفته بأنه الرجل صاحب الخبرة الكبيرة الذي كان يريد أن ينقذ قائده الأعلى وفي نفس الوقت ينقذ الدولة المصرية التي كانت في حالة من حالات الفوضى. وصفت أيضا الشباب الذين التقوها في ميدان التحرير بأنها فوجئت بهم لا يعرفون شيئا، وأنهم بالعكس يعني يوجهون اتهامات متباعدة للإدارات الأمريكية المتعاقبة ولا يعرفون ما هي الخطوة التالية. فتأكدت أن أحدا ما سيسرق هذه الانتفاضة. على فكرة هي وصفت ما جرى بأنه ثورات ووصفت ما جرى بأنه الأرب سبرينج أو الربيع العربي، لكن الحقيقة أنه لا تزال حتى هذه اللحظة كل وكالات الأنباء الأمريكية والأوروبية تصف ما جرى بأنه أبرايزنج يعني انتفاضة. هل هي تطرقت لحركات متطرفة تنتمي وترفع شعار الإسلام زي داعش أو غيره؟ ولا مرة. يعني هي لم تقترب من هذا الموضوع إلا عندما تحدثت عن جهود قطر في تمويل ودعم الإخوان ودعم جماعات إسلامية أخرى وتسليحها خصوصا في ليبيا وسوريا. لكن هي لم تتحدث عن داعش، برضو ده من الأشياء التي يتم تكرارها على لسان لكن هي لم تقل ذلك خالص. والكتاب طبعا يعني في رد اكثر ما لفت انتباهك في هذا الكتاب وصفها
لقطر والدور القطري، لانه عندما اقول ان قطر تريد ان تلعب دورا اكبر من حجمها كاصبع في خاصرة السعودية جغرافيا، فهذا يعني ان الادارة الامريكية تريد ان تغسل يديها من شيء قطر. وترى والنقطة الاخرى هي رأيها الواضح في نظام في شخصية الرئيس محمد مرسي والاخطاء المتتالية له، وكيف انه كان قالت انها توقعت سقوطه او ثورة المصريين عليه او كده. لا، هي قالت انه مرسي وقع في غرام السلطة ورقص مع السياسة حتى استهلكته السياسة واستهلكته بسرعة جدا. وصفت مبارك بايه؟ الحكيم وزي لا هي قالت او وصفت لا لا هي هي حكت على محاضرة هي عملتها في قطر يوم 13 يناير، وقالت انها قالت ساعتها حذرت مجموعة من الزعماء العرب اللي كانوا موجودين من السقوط في الرمال. هو الشيء العجيب طبعا ان هي قالت الكلام ده في قطر، وقطر حيث توجد جماعة قاعدة العديد لا مش بس قاعدة العديد وجماعة التغيير السلمي اللي ليها معهد هناك وكذا وبتدفع فلوس كتير. قالت الكلام ده يوم 13، يوم 14 بدأت بوادر ما جرى لا في وصفت تونس. نظام حكم مبارك بإيه؟ هي قالت تهالك لا هي قالت إن هو يعني هي كانت تظن، هي بتقول أنا كنت أظن لآخر لحظة أن نظام حسني مبارك قادر على أن يستوعب تلك الفورة أو الانتفاضة، لكني فوجئت بهشاشته، فوجئت بهشاشة هذا النظام. وتحدثت عن حسني مبارك وقالت أن حسني مبارك بعد وفاة حفيده اللي وصفته ليها سوزان مبارك بأنه كان الصديق الأقرب لجده، حدث عنده حالة من حالات الانهيار النفسي فلم يعد هو ما كان قبل ذلك، وانه هو قعد كتير يعني هو قعد كتير جدا، وكان لابد ان يكون لديه رغبة في احداث تغيير حقيقي. لكنها قالت ايضا انه الحديث عن اصلاحات حقيقية في الشرق الاوسط يبدو كمن يعني كانسان يضرب رأسه في الجدار. الصديق العزيز الكاتب الصحفي الكبير والإعلامي البارز الأستاذ حامد عز الدين، بشكر حضرتك على هذه الإطلالة السريعة، ونتمنى أن نتواعد في لقاء موسع إن شاء الله. بعد الفاصل الضريبة العقارية، زي الواحد يحسب شقته هيدفع عليها ضريبة عقارية قد إيه، وإيه الفرق بينه وبين العوايد، هندفع ضريبة وندفع عوايد ولا مش هندفع، ومين اللي مع فيه. نطلع فاصل وبعد الفاصل نفتح هذا الملف. We also must work together to support the institutions of good governance, the rule of law and an independent judiciary, transparency and a free press, strong political parties, protection for the rights of minorities and more, because those indeed are the building blocks of a true democracy. مصلحة الضرائب العقارية في اتخاذ إجراءات تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية الجديد اللي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع اللي فات، وبعتت بالفعل إخطارات الربط الضريبي للممولين وتقييم الوحدات مع منحهم 60 يوم للطعن على تقييم الضريبة. فنادق الجيش والمجمعات والمراكز الطبية والعيادات العسكرية، ده غير مقار الأحزاب والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة. القانون كمان أقر إعفاء للوحدات غير السكنية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة، وده لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية. أما الأحواش ومباني الجبانات فتم تصنيفها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل. مركز الشباب والرياضة، القانون كمان أقر إعفاء للوحدات غير السكنية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة،
وده لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية. أما الأحواش ومباني الجبانات فتم تصنيفها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل. الضريبة العقارية أصبحت مسار حديث عدد كبير من المواطنين، والسؤال هل الضريبة العقارية بتفرض الآن أو هيتم تحصيل الإيراد بتاعها تحقيقا للعدالة الاجتماعية أم هي لمزيد من الأعباء على كاهل المواطن؟ عايزين نعرف كل التفاصيل اللي تتعلق بالضريبة العقارية. طب الضريبة العقارية إيه الفرق بينها وبين العوائد؟ وهل أنا كساكن أو أمتلك وحدة النهاردة بتقدر بقيمة خارج تطبيق الضريبة، هل السنة الجاية هتدخل وهدفع؟ تفاصيل كتيرة. خلينا نروح لضيفي العزيز في الاستوديو الأستاذ ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. خلينا في البداية نعرف إيه هي الضريبة العقارية وليه الآن جرى يعني الإعلان عنها لازم نتم نطبقها، والفرق بينها وبين العوائد اللي كلنا كنا بندفعها أو غالبية. تمام. أولا الضريبة العقارية هي مفروضة في مصر من سنة 1842 من أيام عصر محمد علي، وفضلت تتطور الضريبة العقارية لغاية لما وصلت للقانون 56 لسنة 54 اللي فرض الضريبة على المباني داخل كردون المدينة. داخل كردون المدينة اللي هي كانت القاهرة الكبرى والمدن الإسكندرية والكلام ده كله. في خلال العشرين سنة اللي فاتوا تطورت المباني بشكل غير عادي، واتخلقت مجتمعات جديدة زي 6 اكتوبر، التجمع، الساحل الشمالي، الغردقة. فكان من العدالة الاجتماعية فعلا ان ما ينفعش ادفع ضريبة عقارية على الوحدات اللي داخل كردون المدينة وما ادفعش على باقي الوحدات، وخصوصا اني مبالغها عاليه. يعني احنا عندنا مدينة نصر عند النادي الاهلي كانت خارج كردون المدينة. من هنا جه فلسفة فرض هذا القانون سنة 2008. طب ايه الفرق بينها وبين العوايد؟ مفيش فرق. العوايد هي في المسمى هي الضريبة على العقارات المبنية، بس احنا كنا اللفظ الدارج عندنا كان اسمه العوايد. طب انا هدفع عوايد وهدفع ضريبة عقارية؟ لا خلاص بقى مفيش عوايد، هي ضريبة عقارية على كل المباني في جمهورية مصر العربية. خلينا نقول طيب ايه التعديلات اللي تمت على القانون من سنة 2008 لغاية النهاردة. القانون اتأجل تطبيقه كذا مرة لغاية لما اصبح ساري من 1/7/2013 اللي فات. اول حاجة القانون كان بيعفي الاول الوحدة السكنية او اي وحدة في حدود 500,000. تطور وتعدل، حصل تعديل في القانون خلاه 2 مليون لوحدة واحدة لكل مالك. التعديل الاخير خلى 2 مليون جنيه للسكن الخاص الرئيسي. يعني معنى كده ان اللي قاعد في شقة النهاردة هو وزوجته واولاده والشقة دي تساوي 2 مليون جنيه النهاردة مش هيبقى في حدود الاعفاء الضريبي للضريبة العقارية، او بمعنى ادق هيدفع عليها 120 جنيه سنويا. يعني كل واحد يمتلك وحدة واصل قيمتها لحد 2 مليون جنيه ده معفى عنه، هيدفع 120. ال 2 مليون بالظبط هيدفع 120 جنيه. 120 جنيه ما دون ال 2 مليون جنيه مش هيدفع ضريبة. فبالتالي هي هنا حققت العدالة الاجتماعية فعلا، لان النهارده ما كانش ينفع حضرتك شقة في وسط البلد تدفع عوايد ولو 50 جنيه في السنة، وشقة في 6 اكتوبر او في التجمع طيب ما تدفعش. السنة دي شقتي سعرها 2 مليون جنيه، السنة الجاية هيبقى سعرها 2,200,000 مثلا. طيب عشان لو واحد السادة المشاهدين هيجيله على باله هذا السؤال، او سنة دي 1,900,000 فانا معفي، هل كل سنة سعر العقار بيزيد مثلا 7% 8 كده كل سنة ممكن سعر الضريبة بتاعتي مش هيبقى ثابت؟ القانون خلى التقدير كل 5 سنين. كل 5 سنين؟ كل 5 سنين التقدير. يعني السنة دي احنا لما هتيجي لحضرتك المطالبة او هتيجي المواطن المطالبة، التقدير ده هيسري معاه لغاية سنة 2018. نعم. دي اول نقطة. على اساس انها سارية من 2013 السنة اللي فاتت. بالظبط. النقطة التانية ان القانون عمل ضمانة للتقدير، فقال لك لا يتجاوز التقدير الخمسي 30% بالنسبة للوحدات السكنية. نعم. يعني بمعنى حضرتك النهاردة لو عقارك ب2 مليون جنيه فعلا، بعد 5 سنين اصبح ب4 مليون. لا يحق للقانون النهاردة او مصلحة الضرائب انها تتجاوز في التقدير 30%، يبقى تقديره هيبقى 2,600,000. عفوا السكن الخاص معفى ليه؟ وحدة معفى ليك وحدة سكن خاص رئيسي والقانون حدد ده معفى حتى لو كان سعرها 10 مليون جنيه؟ لا سكن خاص رئيسي في حدود 2 مليون جنيه. اصل قيل مثلا يعني بعض السادة المواطنين اللي كانوا يسألوا واحد على المعاش وورث شقة في مصر الجديدة ولا فيلا ومعاشه قليل وبيدفع يعني هذه الوحدة قاعد فيها، يعني هو
الحقيقة القانون عفى لغاية 2 مليون جنيه عفى لان كانت الـ 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 لو سابها على اطلاقها دي حالة راجل على المعاش وعنده فيلا بخمسة ستة مليون نعم ورثها ورث طب اللي ما عنده اللي مش على المعاش وقاعد في وحده ب 15 مليون يعني الحالات الخاصه هيتم مراعاتها ازاي؟ الحالات الخاصه القانون اجاز ان لو حد مش قادر يدفع الضريبه العقاريه يتقدم بطلب الى مصلحه الضرائب وتدرس الحاله فعلا ويجوز للوزير رفع الضريبه عن هذه الحاله. راجل قاعد هو ومراته وعياله في الشقه اللي حضرتك بتتكلم عليها ب 2 مليون لكن شاري شقتين لاولاده اللي هم في اعدادي وعلشان لما يكبروا تعرف القصه الشهيره بتاعت المصريين تمام دي يدفع عليها خلينا نفسر ايه اللي هيدفع عليه وايه اللي ما يدفعش عليه نعم. القانون حدد الوحده اما تامه ومشغوله او تامه وغير مشغوله او مشغوله على غير تمامه يعني ايه يعني تامه ومشغوله الوحده متشطبه وحضرتك شاغلها يبقى هتدفع عليها حضرتك تامه وغير مشغوله مشطبها لابنك اللي هو لسه قاصر ومقفوله هتدفع عليها طالما تامه ومشغوله نعم بتدفع عليها برضو ايه نفس الوضع بقى هنقول لو عامله 2 مليون جنيه هتدفع لا 22. هنا بقى ده مش سكن خاص رئيسي الا لما الولد بقى يبلغ سن الرشد طب دي القانون تعامل معاها ازاي القانون تعامل معاها ما ادهاش الاعفاء اللي هي في حدود 2 مليون هيخضها على طول وهنقول المعادله دلوقتي نعم وبعدين في مشغوله على غير اتمامها في ناس بتسكن على المحاره نعم. فدي برضه هتقيم طب ايه اللي مش هيخضع خالص نعم اللي هي فيها 2 غير مشغوله وغير تامه غير يعني بسطها لي يعني من الاخر ايه عطوب احمر عطوب الاحمر وما فيهاش اي صرف صحي او اي حمام يستخدم فبالتالي غير مشغوله يعني. بالظبط غير مشغوله وغير تامه دي مش هتبقى خاضعه للضريبه العقاريه طيب حضرتك برضو ان هي كده مستهدفة الاغنياء اللي عنده شقة او اتنين وثلاثة لان الاتنين مليون غلبان ما عندوش كلام متفق. فهي الاسئلة تتعلق هنا بالملاك يعني عامة العيادات انا طبيب عندي شقة بس كنت شاري شقة تمليك وعاملها عيادة هنا بقى دي دخلنا في الوحدات الغير سكنية الوحدات الغير سكنية القانون اعفاها في حدود قيمة ايجارية 1200 جنيه يعني لو قيمتها الايجارية في السنة 1200 جنيه هعفيها ما زاد على كده هخضعها للضريبة العقارية كشقة تمليك عادي خالص هنيجي نقول بقى عشان السادة المشاهدين النهاردة ازاي تحسب الضريبة العقارية على اي شقة تتجاوز الاتنين مليون جنيه احنا بناخد القيمة السوقية بتاعتها وبنضربها في 60% تكلفة رأس مالية وبنضربها في 3% معدل استثمار وبعد كده بنشلك بنخصم منك 30% مقابل مصاريف الصيانة نعم يعني انت حضرتك النهارده الشقه اللي انت مالكها بتصرف عليها مصاريف صيانه فالقانون بيعفي لك 30% مقابل مصاريف الصيانه وبعد كده يعفي ال 24000 اللي هي القيمه الايجاريه وما زاد تضربه في 10% طب استاذنك استاذ ياسر معايا على التليفون مساعد وزير الماليه الاستاذ طارق فراج لشؤون الضرائب العقاريه اهلا بيك استاذ طارق اهلا بيك حضرتك وزاره الماليه بتستهدف تحقيق حصيله قد ايه في حال تطبيق الضريبه العقاريه هو محطوط في ميزانيه حضرتك 3 مليون 3 مليار ونص 3 مليار ونص طيب في موازنه جنيه نعم طيب هل في حصر لعدد الوحدات السكنيه اللي هتدفع ضريبه عقاريه ما انت علشان تقولوا 3.5 مليار يبقى مقدرين عدد الوحدات السكنيه المخضعه للقانون هو طبعا في حصر تم حضرتك سواء للوحدات السكنيه او الغير سكنيه في البدايه ان احنا بنبعت لكل ما تم حصره من عقارات وبعدين طبعا في ناس بتتمتع بالاعفاء اللي هو ال 2 مليون في اقل فبنبعت وبعدين بيبتدي يقول لنا المعفي يقول لنا احنا معفي ما عندناش غير هذه الوحده بس في السكن الخاص بتاعي وبعدين الباقي طبعا بيستخد منه الضريبه اللي تستحق عليه. ماذا ستفعلوا مع المتلاعبين؟ يعني انت عارف احنا اساتذه وهنروح للي يظبط لنا والشقه دي باسم ابني واسم مراتي واسم والله بضحك احنا بنفترض حسن النيه في المواطن المواطن هيجي يقول لنا ان انا دي الوحده الوحيده اللي موجوده عندي اللي ساكن فيها طبعا بنصدقه فبنعفيه بيجي مثلا اذا كان بيكتبها لابنه هو ال 21 المشكله حضرتك حاليا ان احنا لسه قواعد البيانات عندنا غير مكتمله انما لما نربط هذه البيانات مع باقي المدريات كمركز رئيسي يكون عنده قاعده بيانات هقدر اعرف مين عنده فين بكام ضريبته كام في الحاله دي هقدر احصل المجتمع الضريبي واقدر اعرف مين اللي ساعتها بتتكلم عليه وان كنا بنظن ان الناس كلها يعني هتلتزم
وان شاء الله ما يبقاش فيه موضوعات التعارض. 3.5 مليار المستهدف جمعها عائد من الضريبه العقاريه هتروح فين؟ هتروح هتقسم قسمين، 50% هتروح للخزانه العامه للدوله، و50% هتوزع على المحافظات بنسبه 25% لتنميه مواردها، و25% لصندوق تطوير العشوائيات. 25% تطوير العشوائيات يعني بتتكلم في 800-900 مليون جنيه سنويا. نعم. يعني طيب هذه الضريبه انتوا هتاخدوا هذا العام او فتره التحصيل وبعد كده يتم تقييم ما جرى؟ لا هو التقييم تم حضرتك عشان بعد كده بنحصل. لا ما انت يعني لسه ما حصلتش يعني انا قصدي خلاص المطالبات ان شاء الله بدات تروح للممولين. طيب اخر سؤال فيما يتعلق بمواطن ورث فيلا في مصر الجديده عن جده او عن ابوه وهو حاليا على المعاش 65-70 سنه وبياخد 400-800 جنيه. نعم. هتدفعوه ازاي ده؟ العقار بتاع حضرتك في ماده في القانون الماده 29 ماده مستحدثه لهذا الغرض من الحالات اللي موجوده اللي هو بتحمل الخزانه العامه للدوله عبء الضريبه على غير القادرين، فبنعتبر ان هذه الحالات من الحالات الغير قادره على سداد الضريبه وفي لجان مشكله برئاسه قاضي من مجلس الدوله بيرفض هذه اللجان مجرد ما بيتقدم اللي هو الشخص ده الى هذه اللجنه بيبتدي يدرس الحاله وبتتحمل الدوله لعبء الضريبه، يعني العقار بتاعه بيقيم بيطردد ثم يعفى. الاستاذ طارق فراج مساعد وزير الماليه بشكر حضرتك على مداخلتك. خليني اعود الى ضيفي الكريم الاستاذ ياسر محارم امين عام جمعيه الضرائب المصريه. انا معايا شقه القانون طلع كان معايا 5 شقق فكتبت شقه باسم مراتي وشقه باسم ابني اللي عارف كلنا بنعمل ايه؟ القانون هيتلافى الحاجات دي. القانون عفى السكن الخاص الرئيسي دي القاعدة اللي هو يقول لك اختار لك شقة قول ان دي شقة سكن خاص رئيسي وحدده اللي هو بيبقى فيه الزوج والزوجة والأولاد القصر. نعم. ما دون ذلك هيبقى خاضع للضريب لأن مش معقولة تبقى حضرتك سكن خاص رئيسي وللزوجة سكن خاص رئيسي. ده كلام منطقي. فمش هيبقى ده موجود يبقى الزوجة اللي مكتوبة شقة باسمها طالما ليست سكن خاص رئيسي للأسرة بالكامل يبقى هتخضع للضريبة بالكامل ولا تتمتع بالإعفاء. طب خد بقى السؤال دي أنا متجوز 2 ما ليك سكن خاص هنا بقى القانون زوجة بولادها ومتجوز وعند شقة تانية زوجة بولادها يبقى هنا بقى وزير المالية في اللائحة التنفيذية هيحددها بس هو المفروض المفروض هو يتمتع بسكن خاص رئيسي واحد لأن أنت عندك تشريع أعلى اللي هو تعدد الزوجات انا متجوز ده شيء تشريع اعلى لكن النهارده هل النهارده القانون هيعفي شقتين ثلاثه للراجل هيبقى النهارده هيصاب ما هو سكن ماشي لكن ما النهارده سكن. لا اصل دي حالات انت عندك 300,000 ما هو هنا تانية هنا في مصر. هيبقى في شبه عدم دستوريه بين واحد متجوز 2 وواحد متجوز واحده فالنهارده انا بميز اللي متجوز 2 على اللي متجوز واحده روح اتجوز 3 يعني بس انا قصدي ده واقع بس انا قصدي ايه واقع انت عندك 300,000 زيجة تانية في مصر بس تمام. حسب الاحصائيات فانت دلوقتي بتجيب الراجل ده انا عندي الشقه دي ما دي هتقابل الضرايب العقاريه بس هو النهارده ممكن الضرايب العقاريه تلجأ لايه ان النهارده بطاقه الرقم القومي بتاعه هيبقى عنده عنوان واحد ايوه هو ده اللي هياخد عليه يعني هيقول له ما بطاقه الرقم القومي مش هيحط فيها الشقه طيب. دي نرجع للحاله ليها حل برضه هي الدولة وراك هتدفع والله لو اتجوز 10 دلوقتي انت معاك السكن الخاص نيجي بقى للشقق الكتيرة اللي انت شاريها عندك 3-4 شقق بتخضعها ازاي؟ بخضعها ازاي؟ احنا قلنا هناخد قيمة الشقة القيمة السوقية وهنضربها في 60% تكلفة رأس مالية هتاخد قيمة الشقة القيمة السوقية بس مثال مثلا يعني شقة بمليون جنيه بمليون لان ال 100,000 معفى هنضرب لا ما هو احنا هندي بقى دي شقق غير السكن الخاص دي شقق غير السكن الخاص هندي هنضرب في 60% تكلفة رأسمالية هبقت 600,000 نعم هنضربها في 3% معدل استثمار بقت 600 في 3% ب 100 ب 18,000 نعم هتشيل منها 30% مقابل الصيانة بتاعتها نعم من 18,000 ما تبقى اللي هم ال 70% من ال 18 لو خدناها جدلا ان هي 15,000 جنيه دي واخد بال حضرتك هنشيل منها لا ب 18,000 هنشيل منها 70% هنعفي منها 30% من 30% 3,600 تمام يعني هيبقى بقى 14.5 14.5 دي اللي هتضربها في ال 10% 14.5 هضربها في ال 10% عشان اوصل لايه؟ اللي هي القيمه الايجاريه
ما هي 10% يعني من القيمه الايجاريه. يعني 1500 جنيه اضربها 10 يبقى 1400 جنيه. قصدك اخد منها 10%؟ هتاخد منها 10% اللي هي القيمه الايجاريه، بقت 1400 جنيه. ده الايجار الشهري؟ ده الضريبه السنويه 1400 جنيه. 1400 جنيه. تعال بقى نشوف الشقه ام 2 مليون اتحسبت ازاي؟ اللي هي السكن الخاص. يعني عشان نبسط للساده المشاهدين، خلينا ناخد على ام 2 مليون السكن الخاص. لا خلينا نقول اول حاجه، القانون بيقول ان ليك وحده سكن خاص معفي، سكن خاص رئيسي، رئيسي انت ومراتك وعيالك قاعدين فيها، اللي بيجي لك عليها عنوان بطاقتك الرقم القومي بطاقه التموين وكلام، لحد اقل من 2 مليون بجنيه انت معفي، مش هتدفع جنيه. 2 مليون جنيه هتدفع 120 جنيه في السنه لمده 5 سنين. بعد 5 سنين هيجي التقييم. افرض شقتك ربنا كرمك ل 2 مليون بقت ب 10 مليون، مش هتدفع على 10. القانون قال الزياده لا تزيد عن 30%، يعني تتحاسب على 2 مليون 600 الف. جبت انت شقتين، واحده لحماده وواحده لخالد. مظبوط. الشقه 8 مليون جنيه. مليون جنيه حسب قانون النهارده وحسب اللي قاله استاذنا ياسر محارم، قال لك هتدفع عليهم 1400 جنيه في السنه، الشقه لو 8 مليون جنيه. انا ببسطها لك. كل واحد معاه شقه ب 8 مليون جنيه يدفع 1400. طيب طلعت ب 750 يشيل برضه 25%؟ ما هو حتى ايا كان بقى، احنا خلاص عندنا دلوقتي احنا خدنا القاعده اللي هي مليون جنيه 1400. بالظبط، لان انت القاعده ب 2 مليون لما تحسبها جت ال 120 جنيه منين؟ ان ال 2 مليون في 60% ب مليون و200. نعم. في 3% ادت 180,000 او 18,000. نعم. 18,000 هتشيل منها 30% مقابل الصيانه، هيطلع مبلغ هتشيل منها 24,000 القيمه الاجراءيه اللي هي ما يعادل 2 مليون جنيه. هيطلع 1200 ضربتهم في 10% يديك ال 120. طيب خدت انت شقه حماده ودفعت عليها الضريبه العقاريه ال 1400، وانت ماجر شقه حماده نعمل ايه؟ هنا بقى هتخش على الضرايب العامه. ليه؟ لان شقه وتخرج من الضريبه العقاريه؟ لا، زي ما انت في الضريبه العقاريه. يعني انا هدفع ضريبه عقاريه وادفع ضريبه عامه؟ بس الضريبه العقاريه هنا هتستنزل كمصروف من الضرايب العامه. نعم. هخصمها كمصروف. نعم. ليه؟ لان الضريبه العقاريه هي ضريبه عينيه على العقار، على الاربع حيطان. لكن انت النهارده شقه حماده لما اجرتها وظفتها خدت ايراد. نعم. وكسبت منها، فهنا بقت ضريبه دخل. فهنا دي ضريبه ودي ضريبه، وده موجود في العالم كله. نعم. يعني احنا ما استحدثناش الضريبه العقاريه. لكن هنا انت حققت ايراد من شقه حماده، وبرضو الضرايب العامه ليها حدود اعفاء. لو تجاوز 5000 جنيه ايراد سنوي، صافي ايراد سنوي، تخضع للضريبه. 9 باين؟ لا 5000 اللي هو الاول الحد الاعفاء بتاع العقار. نعم. 5000، لكن 9000 ده لما يبقى في المرتبات. قلت لحضرتك العياده والمكاتب. العياده والمكاتب والكلام ده كله هنعفى في غايه 1200 جنيه قيمه ايجاريه. سنويا. طب بعد كده؟ بعد كده هيخضع يعني للضريبة. انا شاري شقه تمليك عملتها مكتب. تمام. هنحسب برضو المعادله ونخضعها، هنشيل 1200 جنيه قيمه ايجاريه في السنه، او ايجار المثل كام؟ هم بيشوفوا الايجار دي بكام؟ عامله مثلا 5000 جنيه في الشهر. 5000 جنيه يبقى 5 في 12 ب 60,000 جنيه. نعم. ده الايجار، ده القيمه الايجاريه بتاعتها. المفروض هتاخد 10% من القيمه الايجاريه دي، يعني 6000، هتشيل منهم ال 1200 يبقى هتدفع عليها ال 4000 جنيه كعياده. لان هي دي تجاريه بقى، بس برضه هتشيل منها 32% تكلفه صيانه. طيب شقة تانية لكن مش مشغولة بتدفع عليها الضريبة بس؟ لو مش مشغولة وتامة هتدفع عليها. تدفع عليها. لكن لو مش تامة ومش متشطبة وعلى المحارة وعلى الطوب الأحمر يبقى غيرها خير. طيب. أستاذ طارق فراج مساعد وزير المالية قال إن 25% من إيراد الضريبة العقارية هيروح لتطوير العشوائيات. مظبوط. جزء من العشوائيات سكان المقابر. تعال نشوف بس التقرير ده عن سكان المقابر. مدينة بيختلط فيها أنفاس الأحياء مع جثث الموتى، ومع كل ده مرسوم على وشوش سكانها ابتسامة الرضا. معاكي دخلي يدخلك تدفع شقة، هنجيب من ايه؟ هنا ما بياخدوش مننا حاجة، لأن احنا برضو ايه الحوش، يعني أهلنا اللي مقعدلنا فيه، مش حد غريب يعني، فقاعدين نمس تعشي الأبيض والأسود. في مشاكل ايه تاني في العيشه بتاعتك؟ في ان انا يبقى في مجاري في المنطقه، في ناس غلابه كتير، في ناس ما بتقدرش يعني يدوبك على قد الاكل،
ما مش قدرش تدفع ايجار، ما تدفعش حاجه، ما تدفعش ايوه. بس هنعمل ايه؟ بنعيش على قد الايد اللي بتجينا. بس يعني الواحد حتى لو هو بره مش يروح يجي هنا، يعني حتى الغني هيجي هنا. نفسك تمشي من هنا؟ نفسي، بس ترى ما فيش، خلاص الحمد لله. انا مش عايزه اللي هو مكانه دي داريني، والحمد لله على كده. طب معانا في حاجه ولا محتاج؟ الدنيا بتضلم، ده بتبقى مشكله احنا بالنسبه لنا. اول حاجه ان هو المكان الامن ما بقاش كويس، ان في امان ان احنا نخرج ونيجي زي الاول، فبتضطر ان انت بتجيبي حاجتك كلها بالنهار، ما بتقدريش تخرجي بالليل، تحسي لغايه المغرب باليوم بيجري، بعد كده تحسي ان الليل ده طويل جدا ما بيعديش. ابني ساعات بيقول لي ماما ان اصحابي لما بيقول لي انتوا ساكنين فين، بتكسف اقول لهم ان احنا عايشين في القرفه او قاعدين في المقابر. وفي بيقعدوا يضحكوا انتوا ميتين زي اللي ميتين تحت، انتوا عايشين ميتين. ده بيبقى كلام صعب قوي ان انا بسمعه كمان اصلا منه، يعني هو بيجي يحكوا لي انا بزعل ان هو بيقول لي كده. نفسي اروح في بيت تاني، نفسي امشي من هنا، بخاف من كل حاجه هنا. بقالي كام سنة عايشة هنا؟ أنا عايشة بقولك من اتولدت هنا، يعني عشت لقيت نفسي هنا. اشتكينا كتير ورحنا كتير ورحنا الحي كتير وما حدش سأل فينا، مش أنا بس، ده كتير، وفي أطفال وفي المدارس جنبينا. أصعب ما في الموضوع إن الناس دي اتعودت على العيشة هنا وسط المقابر، ولا حد حاسس بيهم ولا مسؤول فكر يبص لمشكلتهم، فهم أحياء لكن يقاسمون الأموات في السكن. سهر رضا، برنامج مساء الخير. مفروض حسب كلام السيد مساعد وزير المالية أستاذ طارق فراج في مداخلته، قال 25% من الضريبة العقارية العائد بتاعها يوجه لتطوير العشوائيات. مظبوط. منها، ودول للأمانة أولى ناس. بالظبط. لو تسألني تمنيت إن 3.5 مليار يروحوا مباشرة، يعني الموازنة العامة للدولة مش هيفرق معاها مليار ونص. مش هتفرق معاها مليار ونص. يعني ده جنيه من مليار جنيه يعني. بس هو القانون طلع ان 25% عشوائيات، 25% محليات، 50% للخزانة العامة للدولة. دعنا نرى ان اثناء التطبيق ربما تظهر يعني مؤشرات ممكن. ربما يتم دفع اكتر. طيب، عندي كم سؤال سريع كده. اتفضل. انا جاي ماسكني انت كضريبة عقارية، واخد شقتي وشقة ابن حمادة وابن خالد. الفنادق اللي 1000 أوضة وعليها ومش عارف ايه، الإقامة في اليوم بألف 2000 جنيه وكلام، هتتحاسب ازاي؟ هو أولا المفروض احنا بنقول الضريبة على العقارات المبنية، فملناش دعوة بداخل أي وحدة. ماشي. أيا كان. القانون حدد الفندق ده 800 مليون جنيه النهاردة. أنا بقيم كعقار. نعم. القانون حدد، قال لك إن وزير المالية مع الوزير المختص يحطوا معايير لتقييم الأنشطة. يعني وزير الماليه وزير الماليه يقعد مع وزير السياحه يعمل الفنادق، وزير الماليه يقعد مع وزير الصحه يعمل المستشفيات. طب وزير السياحه يقول لك هيدوس ان الفنادق، يعني هو ده بقى اللي هيحصل فيه التفاوض. والنبي والسياحه بايظه والناس قافله بقى 3 سنين. هو ده بقى اللي هيحصل يعني. تفاوض في المعايير على اساس يوصلوا لمعادله يرتضوها لصالح القرية. طب انا صاحب مصنع. المصنع دي الاتفاقيه الوحيده اللي مضاها وزير الصناعه، وزير الصناعه مع وزير الماليه. قال ايه فيها؟ قال ان هو هيقيم المساحات، هيحدد ايه هو المباني وهيحدد لها سعر معين، ويحدد المساحات التخزينيه، لان في مصانع بتبقى المبنى قد كده والمساحه التخزينيه الفاضيه قد كده. فاتحطت اطار عام للمساحات، والمساحه التخزينيه بتتحسب ازاي، والمساحه كل حاجه. فاضل بقى السرعه في ان وزير الماليه يقعد مع الوزراء المختصين عشان يطلع عنده ايه. ده هيقعد مع وزراء كتير قوي. ما كل نشاط هيقعد مع الوزير بتاعه. مستشفيات هيقعد مع وزير الصحه.
يعني انت عندك المستشفيات والمولات والمولات في المول الكبير ده. المولات التجاريه هي هو عنده وعاء سليم ممكن ياخده يعني اللي هو ايه؟ عشان خلينا نقول احنا مش بنخترع العجل. اه يعني هو عامل ايه في اوروبا الدول المتقدمه؟ هو ممكن لا دول متقدمه ممكن هو بيحط سعر الضريبه وسعر الضريبه ماشي بقاله كتير احنا عشان لا يعني لما بداوا يقننوا فكره المول بيعملوا ايه مع المول هو ممكن المول يعمل ايه؟ ياخد عقد الايجار اللي موجود للمحل ويضربه في 10%. بس دي مش هتحقق عداله للمحلات. ليه؟ لان المول التجاري بيبقى عند حضرتك 100 محل لبس و100 محل جزم، فتبص تلاقي المحل متاجر ب 20,000 لكن هو عامل كوافير واحد فمديله نفس مساحه المحل ب 100,000. نعم ده هنا هيبقى فيه عدم عداله. يعني خلينا نقول ان لسه السيد وزير الماليه هيقعد مع الوزراء المختصين كل في مجال. كل في مجاله عشان يحطوا معايير للتقييم. طيب انا باخد شقه ايجار دلوقتي بدفع ايجار قانون جديد 500 جنيه تمام، الراجل صاحب البيت اللي مأجر 10 شقق هيدفع ضريبه عقاريه غصب عنه خلال مظبوط. هل هيجي يقول لي لا لازم تشارك معايا في الضريبه؟ هو المفروض المكلف هو المالك بتحصيل الضريبه، وطبعا العقد شريعه المتعاقدين، هو النهارده متعاقد معاك على قانون محدد المده. نعم يجوز ليه النهارده ان هو بعد سنه بعد سنتين عند انتهاء المده الايجاريه انه يرفع السعر. ما يقدرش يجبرني يقول لي ادفع الفلوس شارك معايا في الضريبه. لا، القانون حدد المكلف هو المالك. طيب وليس المستاجر. المباني الحكوميه هتدفع؟ المباني الحكومية اتعافت، الأندية الرياضية اتعافت، الجمعيات اللي غير لا تهدف للربح اتعافت، المستشفيات والملاجئ والحاجات دي كلها اتعافت، كل ده. بس الأندية تعفيها ليه؟ وفي لاعب بيتباع ب 20 مليون. لا اللاعب هنا شيء والنادي شيء، النادي لا يهدف للربح. لكن اللاعب ده أنت المفروض تاخد عليه ضريبة من الـ من الـ من البيع على النشاط بتاعه. على نشاطه. لكن النادي نفسه. طب المدارس الخاصة والجامعات هيقعد مع وزير التعليم العالي برضه؟ بالظبط عشان يقيم المدرسة. المدرسة ده كلام تاني خالص. ما بالظبط هو النهارده. بص انت جاي عليا انا الغلبان المواطن. لا عندي الشقة. هو النهارده المواطن حماه شوية في ال 2 مليون جنيه بصراحة. يعني انا لانهم رفعوها ده كانت الأول 600,000. كانت 500,000 ومش محددة، فأنت النهارده كان في عدم عدالة. ليه بقى؟ لأن 500,000 وحدة. أصل هو عارف ال 2 مليون جنيه في سنتين ثلاثة هي جاية. بس خلينا نقول إن احنا بنستهدف أنهي طبقة؟ المتوسطة والصغيرة. في حدود 2 مليون جنيه معقول أوي إن هو يعفي النهارده ال 2 مليون جنيه. لكن النهارده بالنسبه بقى للانشطه الاخرى لازم الوزراء تقعد عشان تطلع المعايير بسرعه. طيب انا قاعد في شقه معايا مراتي وعيالي وشاري شقه نص تشطيب ولسه بدفع فيها اقساط حتى لو استلمتها، ده وضعها ايه؟ اهم شيء زي ما احنا قلنا حضرتك مش تامه ومقفوله، ماليش دعوه بالقسط. مش تامه معناها غير تامه وغير مشغوله. غير لا تامه متشطبه. متشطبه يبقى هي بقت تامه بس. طيب. غير مشغوله تدفع عليها ضريبه عقاريه. بس حتى لو اي شقه نص تشطيب مش هدفع عليها حاجه. لو فيها حمام وظرف صحي ومقفوله باب وشباك هتدفع عليها لان هي كده تامه. حتى لو نص تشطيب. اما هو نص تشطيب يعني ايه؟ يعني نص سيراميك لكن انت فيها حمام تقدر تستخدمه. وبالتالي فيها باب وشباك تقدر تعيش. كل مواطن ما عنده شقه نص تشطيب بيشيل حمام من فيها. طيب الشاليهات والكلام ده كل ده طبعا خاضع للضريبه لان خلاص انا عافيت لك السكن الخاص. فما ينفعش تعمل محل اقامتك على مارينا وتقول لي انا هعفي مارينا. لا ده هو سكن خاص رئيسي القانون اللي هو مثبت في بطاقه الرقم القومي. بس ما غيرش بطاقه الرقم. لا انا قصدي وزاره الماليه هتقول انت هي دي بطاقه الرقم. هو حدد سكن خاص رئيسي فعنده النهارده حضرتك ولادك في انهي مدرسه الكلام يعني. لو حد مثلا لا الحكومه تعرف تجيب يعني لو مواطن غير بطاقته النهارده على مارينا وقال لك الفيلا ب 15 مليون في مارينا ده سكن خاص هو هيجيب بقى مراته واولاده في مدارسهم هيلاقيهم هنا في وسط البلد يبقى يبقى هناك مش سكن خاص رئيسي لان القانون قال لك سكن خاص رئيسي. سكن خاص رئيس. يا رب ان احنا نكون يعني في هذه الفقره اجبنا على عدد كبير من تساؤلات حضراتكم فيما يتعلق بالضريبه العقاريه. خلوني اشكر ضيفي العزيز الاستاذ ياسر محارم امين عام جمعيه الضرائب المصريه. بشكر حضرتك. ربنا يخليك. مسلم. بعد الفاصل هيشرفني دكتور منتصر الكتبي بيرد على اسئله المشاهدين حوالين ايه؟ جراحه الاطفال. الا هنتكلم عن الشفه الارنبيه، نتكلم عن الفت، نتكلم عن الجراحات اللي بتتعلق باولادنا في سن الطفوله وده في الفقره الطبيه اليوميه الثابته اللي بيشرفني فيها كبار الاطباء في مصر. وشفى الله الجميع. عدنا الى حضراتكم مع الفقرة اليومية السابتة وهي الفقرة الطبية اللي بيشرفني فيها الاستاذ الدكتور منتصر الكتبي
استاذ طب وجراحه الاطفال بطب قصر العين. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. في البدايه ازاي نعرف ان هذا الطفل محتاج جراحه لما بتشوفه؟ يعني ده لسه مولود. هل علامات ظاهره ولا بتشك؟ هو الحقيقه مع التقدم الطبي احنا بنقدر نعرف اذا كان الطفل ده هيحتاج جراحه او لا وهو لسه في بطن مامته، هو لسه في داخل وهو جنين. حضرتك عارف ان دلوقتي جزء رئيسي من العنايه بالام اللي هي المتابعه مفروض ما قبل الحمل ثم اثناء الحمل ثم ما بعد الولاده. ففترات الحمل بتخضع الام المفروض على لنظام معين من المتابعه مع الطبيب المختص اللي هو استاذ امراض النساء والتوليد، وبتعمل موجات فوق صوتيه واذا احتاج الامر بعض التحاليل الطبيه للسائل الامنيوسي او كده، وبنقدر منها نعرف اذا كان الطفل اللي هي حامل فيه مصاب عيب خلقي او مشكله قد تحتاج الى تدخل جراحي بعد الولاده. التقدم الطبي دلوقتي ان هم حتى ممكن نعمل بعض التدخلات الجراحيه البسيطه اثناء الحمل لانقاذ الطفل او لان احنا ننقذ جهاز من الاجهزه بتاعته بحيث يظل يعمل بكفاءه جيده في فتره الحمل وما بعد الولاده. طيب خليني اخد مع حضرتك عدد من العمل يعني الامور اللي تحتاج تدخل جراحي زي الفتق السري مثلا. هو عندنا اعتقاد خاطئ عند فئه كبيره من الدكاتره الغير متخصصه ان الفتق السري قد يحتاج الى جراحه. الحقيقة ان اكتر من 95% من حالات الفتق السري في الاطفال لا تحتاج الى تدخل جراحة، والبيبي بيشفى لوحده في ما بين السن 3 سنين لغاية 7 سنين او 8 سنوات. اذا السادة المشاهدين، استاذنا الدكتور منتصر الكتبي بيقول لحضراتكم ان 90% من اطفالنا اللي عندهم الفتق السري لا يحتاجوا الى جراحة. وطبعا في انتظار تليفونات حضراتكم. طيب فيما يتعلق الفرق بقى بين الفتق السري والفتق الإربي. الفتق السري هو عملية عدم اكتمال نمو جدار البطن في أثناء الحمل. البيبي اتولد، السرة دي آخر جزء بيتقفل في جدار البطن. نعم. لأن حضرتك لو شفنا السرة كده من الناحية التشريحية بنلاقي عبارة عن إيه؟ عبارة عن هول زي خرم كده أو حفرة في جدار البطن داخلة لجوه. ليه هي داخله لجوه؟ علشان فيش تحت منها عضلات. نعم. فدي النقطه اللي هي بيخرج منها الحبل السري اللي بيربط الجنين بامه. نعم. بياخد عن طريقها التغذيه والاكسجين وكده فتره الحمل. خلصت فتره الحمل المفروض بيتولد البيبي، وبعدين بنقص الحبل السري وبيبقى جزء منه ظاهر، وده مرتبط بتركيبات جوه يعني واصله للاوعيه الدمويه وكده، وبعدين تبتدي تضمر 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 وتختفي. بعد ما بتختفي بقى التركيبات اللي جوه دي الاستراكشرز اللي جوه دي خمسه تقريبا بيشدوا لجوه، يشدوا الجلد لجوه فيبان ان الجلد كانه داخل لجوه، فهو ده اللي بيديها صوره ان هي حفره ليها عمق معين في جدار البطن. طيب اي ست حامل يعني ازاي يعني تعمل حاله من حالات الحفاظ على هذا الجنين وهو اعز ما تملكه في سبيل ان احنا ما ندخلش في اي عمليات جراحيه او حاجات تتعلق بتشوه الاطفال او كده؟ يعني النصائح. النصائح هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا لقوها عالميا. نعم. امريكا من الدول اللي عندها انفاق صحي عالي جدا. نعم. ولقوا ربنا يا رب يعني. يا رب. وبعدين لقوا ان الانفاق الصحي على الاطفال حديثي الولاده عالي جدا مقارنه باستراليا وانجلترا وكندا، وبالرغم كده ان الاطفال اللي بيتولدوا في استراليا وفي انجلترا وفي كندا وحتى في كوريا الجنوبيه الحاله الصحيه بتاعتهم والانفاق الصحي الحاله الصحيه افضل والانفاق الصحي اقل. نعم. ايه السر؟ لقوا ان في استراليا وفي انجلترا وفي كندا وفي كوريا بيبتدوا بالام اللي هي الارض اللي بتحط فيها البذره عشان يطلع بيبي او نعم. تطلع شجره كويسه. من اعدادي وسنه بيروحوا يعملوا دراسات على البنات في المدارس اللي عندها مرض معين
قابل للعلاج بيعالجوه. يا الله. اللي عندها انيميا، اللي عندها نقص املاح معينه بيعالجوا دي، اللي هي دي ام المستقبل. بالظبط كده حضرتك. ودي نقطه يعني محوريه في الرعايه الصحيه. هستطرد فيها مع حضرتك بس ياخد اتصال تليفوني استاذ محمد من المحله. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه السلام الله. لا انا مش سامع حاجه، مش سامع حاجه. ونبي محمد عوض الاتصال تاني وتكون في منطقه فيها شبكه. انت بتتكلم هنا حضرتك على قضيه مهمه اسمها الرعايه الصحيه. ان احنا نهتم ببناتنا وهم لسه في مرحله اعدادي وثانوي. نعم. ليه؟ ليه؟ عشان اخد طفل سليم يبقى انا بوفر الانفاق الصحي. وبعد ما باخد طفل سليم حتى الطفل اللي عنده مشكله بسيطه واعالجها في مرحله متقدم يعني بدري مبكره قبل ما يحصل مضاعفات، يبقى هيبقى عندي مواطن كويس منتج للمجتمع. ما استناش بقى لغايه لما دي رعايه استباقيه. بالظبط كده. ساره من 6 اكتوبر. ساره. ايوه هو مصطفى. محمد ولا ساره؟ يا شباب يعني. ايوه الو. اتفضل استاذ محمد. لا مصطفى. اتفضل يا استاذ مصطفى. بقول لحضرتك ولا بكلم الدكتور معاك على طول. اتفضل. طب بص حضرتك، انا ليا حفيده عملنا لها عمليه ثاني يوم ولادتها خاصه بالمريء. ايوه خاصه بالمريء. ايوه دلوقتي المريء ده بينمو طبيعي زي ما اي حاله عاديه تنمو. حضرتك هو غالبا كانت يعني دلوقتي لما احب انا كنت كانت بترضع فدلوقتي هتبتدي تاكل. ماشي. هل هتاكل اكل صلب؟ يعني اكل طيب انتظرنا بس ناخد الاجابه. اتفضل الدكتور. هو البيبي ده غالبا اتولد كان عنده عدم اكتمال في نمو المريء وجزء مصمت مقفول والجزء الثاني كان فاتح على القصبه الهوائيه. فالعمليه اللي بتجرى هنا بنفتح الصدر وبنقفل الوصله ما بين المريء والقصبه الهوائيه وبنستعيد يعني ان المريء يبقى كانبوبه واحده. نقطه الوصله دي المفروض بنعمل لها متابعه ما بعد العمليه، في بعض الحالات بيحصل ضيق خفيف وبيحتاج الى توسيع. ودي نسبتها اقل من 20%، لكن في 80% بتبقى حاله طبيعيه ما دام عدت المرحله دي بتاعت ما بعد العمليه ومضاعفات ما بعد العمليه وبينمو المريء نمو طبيعي. طب هتاكل طبيعي زي ما اكل هو حضرتك البيبي اول ما بيتولد لمده 6 اشهر او 5 اشهر بياكل ايه؟ بيرضع لبن امه. لبن. طيب. وبعد كده بنبتدي ندخل الاكل اللي هو شبه صلب ثم الاكل. اطمن يا استاذ مصطفى على حفيدتك. ان شاء الله. وحفظها الله ورعاها ليك. احمد من القاهره اتفضل استاذ احمد. مساء النور. بعدين عليك بس هو استفسار صغير بالنسبه للاطفال عمر يعني الطفل عندي طفل عمره شهر ونص. فهو كنت عايز بس استفسر حضرتك بالنسبه للفتق اللي هو فوق السري، حضرتك كلام حضرتك بيسري على الفتق السري هو نفس الفوق السري ولا اختلاف؟ لا هو الكلام الاولاني كان على الفتق السري، الفتق الفوق السري برضه بندي فرصه لاكتمال نمو جدار البطن احتمال يقفل، لكن في حالات كتيره جدا ما بيقفلش ده، لكن ما بنستعجلش في الجراحه لغايه لما البيبي يكمل برضه 4 أو 5 سنوات. ليه؟ علشان اولا ندي فرصه لاكتمال نمو جدار البطن. النقطه الثانيه ان الطفل لما بتعمل له عمليه في المرحله البدري دي مش عايزينه يعيط كتير ويحزق وكده بعد العمليه عشان يحصل رتق واغلاق للنقطه الضعيفه اللي هي في جدار البطن اللي هي فوق السره. الطفل اللي هو عمره 2 و3 ده مش هيتجاوب اي مشكله بتقابله، بيبكي وبيعيط وبيحزق، فاحتمال الارتجاع بيبقى رجوع الفتق بيبقى عالي، فعشان كده برضه بننتظر. طيب ايه السن المناسب لطهاره الاطفال الذكور؟ ومتى يتم تاجيلها ومتى يتم استعجالها؟ طيب الطهاره اللي هي التقليديه. نعم. نتكلم عنها الاول. طهاره السنه النبويه يعني نعمل ايه؟ بالظبط كده. السن المناسب الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال حطت بروتوكول قالت ان طالما البيبي وزنه طبيعي فوق 2.5 كيلو وما عندوش اي مانع صحي يتم اجراء الجراحه افضل حاجه في اول اسبوع. نعم. المعاناه بتاعت الطفل بتبقى اقل، الالتئام احسن، وبتتم طبعا في المكان اللي اتولد فيه في المستشفى بيخرج طبيعي. يبقى افضل سن للطهاره الاسبوع الاول. بالظبط كده. طيب عدينا الاسبوع الاول. عندنا اراء مختلفه. عدينا الاسبوع الاول ترى ما هو الامثل. في اي وقت بعد كده ممكن، كل مكان صغير كل مكان احسن طالما ليس هناك مانع طبي. يعني ايه ليس هناك مانع طبي؟ يعني الطفل ما عندوش مرض
معين يخلي ان الطهاره دي حاجه اختياريه، وده اللي بيحدد ده الدكتور بالظبط، او ما عندوش التهابات في المنطقه دي علشان الدكتور لما يعمل الطهاره ما يحصلش فيها التهاب او مشكله. عبد الرحمن من حلوان اتفضل. الموضوع بعيد عن الموضوع ده شويه بس خاص بموضوع الاسكان اللي حضرتك اتكلمت فيه. انا مقدم على شقه من 18 سنه ومفيش اي حاجه على السكن خالص. طب استسمعك استاذ عبد الرحمن. حاضر حاضر يا استاذ عبد الرحمن، هنتعامل على انها مشكله. زمايلي في الكنترول هياخدوا التليفون بتاع حضرتك ويعرفوا ايه المشكله وهنجيب لك الرد السبت. اخد رضوى من اسكندريه وارجوكم هذه الفقره مخصصه ل يعني جراحه الاطفال. رضوى من اسكندريه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايوه لو سمحت، انا كانت بنتي عندها 3 شهور. ايوه. وكان من يوم ما اتولدت وهي بترجع، بس الترجيع مش كتير، مره او مرتين في اليوم، وزنها ما بيزيدش جامد. فدكتور الاطفال طلب منا نعمل اشعه على الصدر وعلى البطن عشان يطمن اذا كان في حاجه في المعده، ضيق في المعده او انسداد في المعده. فعملنا الاشعه دي فلقينا ان جدار المعده سميك شويه، فبيعمل زي انسداد او ضيق في المعده بيسبب لها انها بترجع او ما بتاخدش الرضعه كامله. فأنا كنت عايزة أعرف هل الحالة دي لازم تدخل جراحي ولا ممكن علاج أو حاجة؟ يعني إيه المقصود بسميك؟ هل جدار المعدة كله سميك ولا جزء اللي هو الفتحة البوابية؟ الفتحة اللي هي المخرج بتاع المخرج، الفتحة البوابية ده ده اسمه تضخم. سمكه زايد 1.4 مللي غالباً، فهو ده مسبب عندها إن هي ما تاخدش الرضعة كاملة، فهي بترجعها يا إما ما بتقدرش تاخدها. طيب بصي حضرتك، أنا هقول لك يعني الصح إيه. هو لما بنعمل قياس لسمك جدار المعده عند في منطقه الفتحه البوابيه، اذا السمك بتاع العضله اكتر من 3 مللي ده لازم هيحتاج جراحه. اذا السمك اقل من 2 مللي غالبا مش هيحتاج الجراحه، لان ده السمك الطبيعي 1.4 اقل من الطبيعي كمان. ولكن المشكله اللي عند بنتي غالبا ان في نوع من التقلص في العضله نفسها، ما بتفتحش مظبوط، وده مع العلاج الطبي ومع البيبي لما بيتقدم في السن بتروق لوحدها. زينب يعني ما تحتاجش جراحه. زينب بن فيصل اتفضلي. اتفضلي على طول قولي سؤالك. انور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انور السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كنت بس عايزه اسال الدكتور، انا ابني عنده اسمه احمد وعنده 7 سنين، وكان يعني عيد في الولاده جاله فتق سري، فهو الدكتور اللي كشفنا عنده قبل كده قال لنا ان هو لازم له عمليه، يعني هو دلوقتي سن 7 سنين وهو قرر انه يعمل عمليه. فانا عايزه بس استشير الدكتور اذا كان ينفع دلوقتي اعمله ولا استنى عليه شويه. هو ما في زي فراغ كده فوق السره وما بدوس عليه بحس زي ما يكون فيه ميه. هو عنده كام سنه؟ 7. سبع سنين. حاضر. 7 شهور؟ 7 سنين. 7 سنين. طيب انتظر اجابه الدكتور. بصي حضرتك قلتي حاجتين، قلتي فتق سري وبعدين قلتي ان الفراغ فوق السره. لو هو خروج الفتق من نقطه ضعف فوق السره يبقى ده هيحتاج عمليه بالتاكيد. ولكن اذا كانت النقطه الضعيفه هي نقطه السره نفسها، ده لازم ناخد التاريخ المرضي للطفل، يعني لما اتولد كان حجم الفتق قد ايه، الديفكت اللي هو الفتحه اللي بيطلع منها الفتق حجمها قد ايه. مثلا كان حجمها 2 سنتي او سنتي ونص، بنتابعه اذا كل 6 اشهر بيقل شويه. لو وصل لسن 7 سنين وباقي منه ملي او 2 ملي ممكن استنى كمان 6 اشهر سنه، لكن اذا هو ثابت على هذا الحجم ومش هيقفل تاني يبقى ده برضه هيحتاج تدخل جراحي. انتشر الان يا دكتور منتصر، وامهات كتير بيشتكوا اطفالهم بيعاني من امساك شديد اطفال. ده راجع لايه وامتى بيحدث تدخل جراحي لا قدر الله؟ بص حضرتك، الامساك ده ظاهره للحياه الحديثه. الحياه الحديثه الام والعائله مش فاضيه للبيبي بتاعها. زمان كانوا بيقعدوا وياكلوا البيبي خضار وسلطه وفاكهه وكده، دلوقتي الاطفال بيشرب لبن وبعدين بياكل شيبسي وبياكل شوكولاته وبياكل اكل كله مفهوش عامل السليلوز الالياف النباتيه. فالاخراج ده منتج ايه؟ منتج ما يدخل من الفم. فلازم ما يدخل من الفم يكون سليم لكي يكون الاخراج سليما.
طيب يبقى النصيحة لكل أم لازم تعتني بنظام غذائي جيد لابنها. حط سلطة، خلي الولد وهو ماشي رايح جايب في ايده خيارة، سلطة، فاكهة، بليلة، خشاف، مكسرات. يعني امتى يبقى الامساك حالة مستعصية ويحتاج تدخل؟ التعريف بتاع الامساك حضرتك تعريف واسع شوية، ولكن اللي اتفق عليه انه على الاقل البيبي يعمل يوم بعد يوم، يعني 3 مرات لـ4 مرات في الاسبوع. بس ده بعد سن سنتين. لكن في اول شهر ده كتير بتاع بالظبط كده. نمره 2، ما يكونش فيه معاناه اثناء العمل نفسه، عمليه الاخراج نفسه. النقطه الثالثه ان المكون بتاع ماده الاخراج يكون يكون طري زي العجينه كده، ما يكونش ناشف حجر. اي خلل فيهم هنحط العيان ده تحت عنوان امساك. لازم الدكتور اللي هيعالج والام يبقى عندهم نوع من الصبر، يعني علاج حالات الامساك المزمن ده قد ياخذ اكثر من سنه، 6 أشهر، سنه او اكثر. عن طريق الادويه؟ عن طريق الاكل نمره 1، تنظيم حياه، اكل. نعم. 2، رياضه. الطب اللي هو ازاي انا اخلي العيان يعود الى الحياه الطبيعيه الاول ويمشي فيها كويس عشان يصبح طبيعي. بس استمرار ده برضو الامساك يؤدي الى مشاكل. بالظبط كده، استمرار بقى الامساك. عمليات الشرح والبواسير. لو انا الاول ظبطت الاكل وخليت البيبي يلعب رياضه، وبعدين ما زال وديته الادويه المناسبه طبعا اللي هي معترف بيها. نعم. وبعدين ما زال الامساك موجود، ابتدي يخضع الطفل، وطبعا عملت فحص اكلينيكي يخضع جيد، ما عندوش شرخ، ما عندوش ضيق في فتحه الشرج، كل ده مش موجود. يخضع بقى لمجموعه من الافحاصات، بتبدا بالاشعات اللي هي اشعه مثلا بالصبغه. اذا انا شكيت ان في جزء الاعصاب فيه مش موجوده او العمل بتاعها غير طبيعي، ممكن اعمل دراسه حركه الامعاء في منطقه المستقيم والشرج واشوف الضغط فيها قد ايه باجهزه معينه، واعرف ان هو الانعكاسات بتاعته طبيعيه ولا غير طبيعيه. ممكن اخد عينه واشوف الخلايا العصبيه موجوده وبتعمل بحاله جيده ولا لا. يعني وفي اسهل من ده كله. أأكل الولاد اكل، ما انا بقول لحضرتك سلطه وفاكهه، نعود الى الحياه الطبيعيه اللي هي. طيب اخد بليغ من شربين وبعتذر لك بليغ، اتاخرت عليك. اتفضل استاذ بليغ. بليغ زاهر من القاهره. ايوه اتفضل يا استاذ زاهر. مساء الخير. مساء النور. من فضلك، انا بنت اخويا 7 شهور أو 8 شهور وعندها اتولدت في فتحه في سقف الحلق من الداخل من فوق. هل دي محتاجه جراحه ولا بتتلم لوحدها ولا نعمل نستنى ايه؟ وهل الفتحه لو موجوده في النص او في الاول زي اللي في الاخر؟ اكون شاكر افضل الدكتور. هو ده حاجه اسمها شق بسقف الحلق او سقف الحنك باللغه العربيه، وده لازم يبدا من الخلف الاول، يعني يا اما يبقى درجه بسيطه وياخد اللها، يا اما الجزء الرخو من سقف الحلق، يا اما جزء من الجزء يكون الجزء الرخو كله وجزء من سقف الحلق الصلب، يا اما بيوصل لغايه اللثه. العلاج بتاعه لازم تدخل جراحي عشان يتم اغلاق هذا الشق بطريقه سليمه. السن المناسب في اختلافات، لكن اللي متفق عليه ان البيبي لازم يبقى وزنه على الاقل 6 كيلو وعمره لا يقل عن 3 شهور. في ناس بيعملوا عمليه على سن 6 سنين، ولكن الاتفاق على انه من 3 شهور يجوز اجراء الجراحه، ويفضل اجراءها في اول 6 شهور علشان لما الطفل يبدا في الكلام يكون جهاز الكلام اللي هو جزء منه سقف الحلق الرخ استعاد الحركه الطبيعيه بتاعته علشان نضمن مخارج جيده للالفاظ. ريهام المنصوره. ريهام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. إيه لو سمحت، انا ابني عنده 4 شهور و10 ايام وعنده الخصيه الشمال فيها ميه زياده، فكنت بسال دي بيحتاج لها تدخل جراحي ولا بياخد لها علاج؟ لا حضرتك، الـ وجود قيله مائيه او ميه حوالين الخصيه في الاطفال حديثي الولاده ولغايه سن سنه ما نتدخلش جراحيا، بنتابع فقط لا غير، طالما انه بيقل في الحجم وان مش ناشفه، يعني الخصيه مش 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 تنس اسمها، يعني مش ناشفه قوي، مش صلبه وطريه. وبعدين بيختلف الحجم، ساعات يبقى حجمها صغير وكبير، في اول النهار يبقى صغير واخر النهار لما البيبي يتحرك ويعمل كده بتكبر شويه، لكن في اول سنه مفيش تدخل جراحي لان بيبقى منتظرين عمليه ان الاوعيه
الليمفاوية والتصريف عن طريق الأوردة والأوعية الليمفاوية بتاع السائل اللي حوالين الخصية يتم بشكل يعني هي تصبر طبيعي. دلوقتي تصبر لغاية ما بعد لأنه أربع شهور السنة يعني. نعم إن شاء الله. هبة من الجيزة اتفضلي. هبة هبة اتفضلي يا هبة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. المطبخ بنتي عندها 6 شهور ونص ومن اول ما اتولدت يعني بعد ما اتولدت بشهر ونص تقريبا جالها انفاس مزمن. يعني ما اتعملتش تالت خالص غير بجوز البلسترين. اول دكتور كان قايل لي اراسي اغليها واديها الميه بتاعتها. كويس. وتعمل بس بالطريقتين دول. هي بترضع طبيعي. وعندها كمان فتحه الشرج ضيقه. ما حضرتك قلت لي فتحه الشرج ضيقه، لو فتحه الشرج ضيقه او مش في مكانها الطبيعي هيبقى عندها امساك، فيبقى العلاج اذا فتحه الشرج ضيقه برضه حد متخصص يحدد الحجم بتاع فتحه الشرج، لانه عندنا اختلافات كثيره بين الاطباء، واحد يقول ضيقه واحد يقول لا مش ضيقه، هو في جدول معين ان البيبي سنه كذا يعني عند حديث الولاده بيبقى مثلا حجم 11، على سن 3 شهور حجم 12، على سن 6 شهور يبقى حجم 13، احدد الحجم فعلا هل هو الحجم طبيعي او ضيق، لو ضيقه بتحتاج الى توسيع، والتوسيع بيبقى موسعات يعني حاجه بسيطه بتبقى جدا، واحسن مش تدخل جراحي؟ لا مش تدخل جراحي الاول، لانه ده دي طبيعي يعني في موسعات لفتحه الشرج، ولكن اذا كانت مترحله عن مكانها او في مكان غير طبيعي هو ده اللي بيحتاج الى تدخل جراحي. اسماعيل من اسماعيليه اتفضل استاذ اسماعيل. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. يا دكتور لو سمحت انا عندي طفل عنده 4 سنين و9 شهور. 4 سنين و9 شهور. تسع شهور. اتضح من حوالي اسبوعين ثلاثه كده قال جنبي بيوجعني. عملت وديته الدكتور قال لي اعمل له اشعه ضوئيه عاديه يعني عمل. قال في غشاء حوالين الكلى. المهم الدكتور ايه قال لي ده مش تخصصي وديه المسالك البوليه، وديته المسالك البوليه قال لي عنده اعمل لي اشعه مقطعيه وعملت له رنين وبعدين عملت اشعه صبغه، فالصبغه اظهرت ان في انسداد بين الحالب والحوض. ومش مؤثر يعني ايه مش الكلى مش منتفخه. وظائف الكلى عملت له وظائف كلى طلعت 5 يعني قالوا الكلى شغاله كويس. هل في دكتور قال لي عايز نفتح جنبه ونعمل بتاع دي رغم ان هو شغال يعني هو مفيش حاجه بتوجعه خالص. هل لازم تدخل جراحي ولا ممكن منظار ولا ممكن اسيبه لا شوية؟ انا اقول لحضرتك هو الاول هنحدد مدى التضخم اللي حصل او التمدد اللي حصل في حوض الكلى المصابه. مفيش اي حاجه. مفيش تمدد في حوض الكلى؟ طب امال ايه المشكله؟ المشكله في انسداد يعني ايه انسداد؟ ما هو انسداد يعني ايه؟ بين الحالب وبين الحوض. ما هو انسداد بين الحالب وبين الحوض لازم يكون مش عامل انتفاخ في اي حاجه ولا مين اللي قال لك يا هذا الكلام؟ نعم مين اللي قال لك هذا الكلام؟ الدكتور. ما هو اذا في انسداد ما بين الحالب طالما في انسداد ما بين الحالب وحوض الكلى لازم حوض الكلى يتمدد. لو مش متمدد يبقى مفيش انسداد لان انسداد مش متمدد. لا مش متمدد يبقى مفيش انسداد مش كامل. ما في انسداد ما هو انسداد مش كامل يعني برضه نمشي الميه عادي بالظبط كده. بنعمل دراسه يعني بنعمل حاجه اسمها دراسه ب تكنيشيوم اللي هي ماده يعني ذريه كده بتعطى علشان اصور الكلى. بتاخد الماده دي بمعدل قد ايه وبتفرزها بمعدل قد ايه وبتصرف من حوض الكلى على الحالب والمثانه بمعدل قد ايه. طب هو في اسماعيليه الحاجات دي معموله في مراكز الاشعه كلها. موجوده في مراكز الاشعه. يروح يقول لهم ايه؟ يعمل مسح ذري على الكليتين. مسح ذري بتحدد لي وظائف كل كلى منفصله ومعدل الاخذ بتاع الماده المشعه دي من تيار الدم للكلى ثم افرازها في حوض الكلى ثم تسريبها من حوض الكلى الى الحالب ويروح بيها للدكتور وبناء عليه بالظبط كده. ممكن يكون في تمدد بسيط وبتسرب كويس قوي ومش مأثره على الوظيفه دي متابعه، لكن اذا لقينا انها ابتدت تأثر على الوظيفه او في فرق كبير ما بين وظيفة كلى عن الكلى الأخرى يعني كلى هي بتقوم بالوظيفة الرئيسية 70% أو 75% والتانية ابتدت تقل يبقى لازم أتدخل عشان أنقذ هذه الكلى. أسماء من طنطا. أسماء. حنان من حلوان.
حنان. السلام عليكم. ايوه مدام حنان. اه اتفضلي يا حنان. طب حضرتك انا كان عندي ولد عمره سنتين وكان قايلين ان هو عنده في كتفه اليمين حته كده ورمه شويه ومزرقه بسيط، فقالوا لي دي وحمه دمويه. اتكلمت عليه كتير قوي وقبل ما تجيش دعوه بيها ولا تجيش جنبيها. فانا عايزه اعرف يعني هي تحتاج تحاليل او اي حاجه ثانيه؟ انا خايف مثلا تكون حاجه خبيثه او كده. وكل الناس قالوا يقول لي لا. طيب حضرتك اولا الوحمه الدمويه دي من العيوب الخلقيه البسيطه جدا اللي هي ممكن تشخيصها من عند الولاده، وممكن تبقى صغيره قوي وبتبتدي تكبر في اول سنه او سنتين، وبعد سنتين بتتوقف عن الكبر، وبعدين بيحصل لها ضمور وبتختفي ما بين سن 5 سنين وست سنين. ده ال 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 الكورس الطبيعي بتاعها او ال 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 التطور الطبيعي بتاعها بتاع هذه الحاله. في دلوقتي لو المحمى الدمويه دي في منطقه ظهر زي الوش مثلا او هتاثر على بيحصل فيها منها نزيف او كده بنديها علاج، وفي اقراص جديده دلوقتي بتدي نتائج علاج جيده جدا فوق ال 95% يمكن استخدامها بعد 4 شهور او 5 شهور. انا تبقى ليا دقيقتين بس، عندي كم سؤال عايز اجابه سريعه. الزايده الدوديه عند الاطفال حاجه تخوف الام، وازاي تعرفها وايه العلامات؟ الزايده الدوديه لو ملتهبه لازم تتعمل عند الاطفال، وبيكون التدخل الجراحي اكثر يعني ارجنت، لازم يتعمل اسرع بصوره سريعه عن الكبار كمان، لان حجم تجويف البطن اصغر. الام تعرف ازاي طفلها الصغير ده؟ الطفل هيبتدي يشتكي من الم في بطنه. والالم غالبا بيبدا حول السره، وبعدين بينتقل في خلال ساعات من 4 لـ 6 ساعات الى الجانب الايمن السفلي. طب الزايده بتظهر في شهور برضو ولا ممكن في عمر يوم في بعض الحالات؟ زايده دوديه نادر طبعا، ولكن موجوده يعني لا تستبعد. الام تعرف ازاي البيبي بيصرخ بكاء غير طبيعي؟ في طبعا عمر يوم وكده بتيجي بصوره مختلفه طبعا. البيبي مش هتعرف، بتلاقي البيبي طبعا رافض الاكل، هي هتاخده وتوديه للطبيب للدكتور يبتدي يعمل فحصات. لكن في لما يبتدي الطفل يتكلم وكده اولا هيرفض الاكل، يبقى في مل القيء او حدوث قيء، الم في البطن حوالين السره، وبعدين بيروح للجانب الايمن، ممكن يبقى في تغيير في عمليه الاخراج سواء باسهال او امساك، وحتى ممكن يبقى تغيير يقول في حرقان في البول مع ارتفاع في درجه الحراره. دي كلها مؤشرات، فكل دي لازم الدكتور اي الم حاد في البطن يتحط الزايده الدوديه كتشخيص واحده من التشخيص وارده عند فحص هذا الطفل. طيب فيما يتعلق بموضوع الخصيه المعلقه عند الاطفال انواعها والسن المناسب للتدخل الجراحي. الخصيه المعلقه اللي هي الخصيه اللي ما دخلتش كيس الصفن عند الطفل واستقرت في اوطى نقطه من الكيس، ده تعريف الخصيه المعلقه. ممكن تبقى داخل البطن ودي بنسميها خصيه مخفيه، وممكن تبقى في القناه الارهابيه، وممكن تبقى على عنق. طب التدخل الجراحي يتم امتى؟ السن المناسب من 6 شهور لـ 9 شهور. سن 6 شهور لـ 9 شهور. الفرنساويين ساعات بيستنوا لغايه سن سنه. ولكن غالبا لو ما نزلتش في اول 5 شهور يبقى مش هتنزل، لان ده ما بين سن الـ 3 شهور والـ 5 شهور اعلى مستوى الهرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون اللي هو بيساعد على نزول الخصيه، بيكون بيوصل لمعدله في الدم اعلى معدل. لو ما نزلتش في اول 5 شهور يبقى غالبا مش هتنزل. الاستاذ الدكتور منتصر الكتبي استاذ طب وجراحه الاطفال بجامعه القاهره، بشكر حضرتك على تشريفك لينا النهارده. حلقتي معاكو انتهت، وانتظروني يوم السبت القادم باذن الله ان عشنا وكان لينا عمر.